الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من رأي عام. 5 تريليونات جنيه ده إجمالي حجم ودائع المصريين في القطاع المصرفي خلال السنين اللي فاتت. إجمالي الودائع سواء كان أفراد أم شركات، محافظ البنك المركزي أكد أن حجم الودائع دي بيتطلب وجود بنك مركزي قوي، مش بس بيأمن وبيضمن الأموال دي وبيحافظ عليها، لكن كمان يضمن استخدامها في التنمية. هل زيادة ودائع المصريين بالشكل ده هو مؤشر إيجابي ولا مؤشر سلبي؟ هنتساءل كمان هل الأموال دي فعلا بيتم استخدامها في التنمية وبكده يكون زيادتها شيء إيجابي مش سلبي، ولا استخدامها بيكون قاصر فقط على منح القروض وإعادة تدوير المبالغ دي بدون تنمية؟ ده اللي هنعرفه بالتفاصيل في فقرتنا الإخبارية بإذن الله. الفقرة الأولى هيكون معانا فيها صوت ملائكي وإحساس رائع، صورة مشرفة ونموذج عظيم في تحدي الصعوبات، وكان الغنى هو سلاحها في مواجهة الصعوبات دي. هيكون معانا المطربة الشابة قاهرة الظلام ندى المنسي اللي أبدعت في غناء يا حبايب مصر أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة تحرير سيناء. أما الفقرة الأخيرة فهتكون هنروح فيها في جولة بمنطقة كورنيش النيل في دار السلام، هنتابع فيها مع الزميل محمد السعد تنفيذ قرارات إزالة أكثر من 100 عمارة مخالفة في المنطقة. أما الآن فهنبتدي الحلقة بأبرز العناوين كما هو معتاد. 285 ألف عامل تمكنت وزارة القوى العاملة من تشغيلهم خلال عام، والرئيس السيسي يطالب الحكومة بدعم شهادات أمان لزيادة الإقبال عليها. ستة إجراءات يعلن عنها رئيس الوزراء لمواجهة تقلبات الطقس اعتبارا من اليوم، أبرزها فرق طوارئ للمياه والصرف والكهرباء والغاز. خمسة تريليونات جنيه إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي المصري، ومحافظ البنك المركزي يؤكد زوال مشكلة سوق الصرف الأجنبية. كانت تلك أبرز العناوين اللي هنتابع تفاصيلها بإذن الله في فقرة الأخبار، فقط ابقوا معنا. بحضراتكم من جديد. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر احتفاليه عيد العمال. كل سنه وكل عمال مصر بخير. خلال الافتتاحيه الرئيس السيسي ابدى نوع من الاستياء، ده كان بسبب تراجع معدلات اصدار شهادات امان للعماله الموسميه، وطلب بان الحكومه تتابع الموضوع بنفسها مع الشركات. خلونا نسمع جزء من كلمه سياده الرئيس النهارده ونرجع تاني. اخرج عند شهاده امان، أنا كنت بتابع حجم يعني ما تم التقدم به في هذه الشهادة، أنا بقول إن هو حتى الآن حجم متواضع جدا، حجم متواضع جدا. في عدد كبير من العمال، ولما سألت في الموضوع قالوا إن في شركات كبيرة بتقوم بالفعل بالتأمين على مواطنيها العاملين اللي هم والعاملات اللي بيعملوا في هذه الشركات، وبالتالي هم ما تقدموش. أنا ما أقدرش في النقطة دي أتكلم غير أن أنا عايز أطمن أن هذه الشركات الكبيرة سواء كانت من القطاع الخاص، طبعا أطمن أن هي فعلا يعني مؤمنة على عمالها
ده طبعا الدولة تأكد لي ده بالتنسيق مع هذه الشركات، لكن بقية العمالة الموسمية أرجو من حضراتكم، والكلام ده ليا وللدولة وللقطاع الخاص ولكل من يهم الأمر، إن احنا نتقدم بمعدلات أكبر من المعدلات التي تحققت حتى الآن. زي ما حضراتكم عارفين الشهادات دي بتستفيد منها الفئات المهمشة ومحدودي الدخل زي العمالة المؤقتة أو الموسمية أو المرأة المعيلة والفلاحين والمزارعين كمان، وكل اللي ما بتنطبقش عليه شروط التأمينات الاجتماعية كمان. خلونا نشوف فيديو جراف عن المستحقين لهذه الشهادات ولعائدها، وبعد كده نرجع نكمل الموضوع. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده معنا على التليفون الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري. برحب بيك أستاذ يحيى. أهلا بيك يا فندم. عايزة أتعرف من حضرتك على حصيلة شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية، وكمان أهم وأبرز الشرائح اللي بتستفيد من هذه الحصيلة. بلغت في البنك الأهلي حاليا حوالي 70,000 شهادة قيمتهم حوالي 90 مليون جنيه. طبعا هي مغطية كل الشرائح من شركات بمختلف الأنواع، لكن احنا اعتقد الفترة الجاية لازم مزيد من الجهد في هذا المجال لاجتذاب اكتر عدد ممكن، بالذات للفئات المهمشة اللي اشار اليها سيادة الرئيس النهاردة. طيب ليه احنا مش قادرين نجتذب اكبر عدد ممكن؟ لا، هو الاكتساب مش البنوك بتدعم وبتحاول توصل لهذه الفئات، لكن هو الشغل هنا بيقوم بقى على شركات المقاولات وشركات كافه الشركات العامله في القطاع الخاص والقطاع العام، هي المفروض اللي تحاول توصل هذا للعاملين فيها وتحاول تساعدهم على التامين عليها، سواء حتى بالتامين بالتقسيط او بالدفع هي مقابلهم، بالذات للعماله اللي هي مش مستدامه وبالتالي ما عندهاش مصادر دخل جيده. فمن الافضل هنا ان تقوم الشركات القطاع الخاص هي او شركات قطاع الاعمال العام بتغطيه هذه الشهادات ان شاء الله. يعني احنا عملنا ده فعلا، وجهنا شركات القطاع العام والخاص بان يكون في اليه معينه ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن عشان نحقق. احنا ما نقدرش نلزمهم طبعا كبنوك، لكن احنا بنسوق معاهم ونقدر نروح لهم ونقدر نساعدهم في الاسراع بهذا الموضوع. طيب نقابة المحامين اتفقت مع البنك لإصدار شهادات خاصة بالمحامين أو أعضاء نقابة المحامين، هل هم من ضمن الشرائح اللي اتكلمنا عنها؟ بالظبط، يعني احنا اتفقنا مع نقابه المحامين، ودي تجربه برضو هايله لانه نقابه المحامين فيها حوالي 120,000 محامي ممكن يتم تغطيتهم، وده اللي بيتم خلال الفتره القادمه. الموضوع ماشي في طريقه، احنا بيبتدوا هم يستوفوا البيانات بتاعت العملاء وهيوفونا بيها، وان شاء الله في القريب العاجل ان احنا نغطي لهم كل المحامين ان شاء الله. طيب لكن ما كده يا أستاذ يحيى ممكن بقية النقابات كمان تحب تشارك أو تطالب، لأنه مش بس اقتصر الموضوع على المزارعين أو المرأة المعيلة أو الناس المحدودين الدخل، لكن في محامين دلوقتي، فهتعملوا إيه في الحالة دي؟ هي ممكن تغطي كل هذه الشرائح، وهي مطلوبه للامانه لكل هذه الشرائح لانها بتمثل جانب امان لهؤلاء الناس، فبالتالي اعتقد ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان هي كثير من النقابات هتاخد نفس الاتجاه وتحاول تغطي العاملين بيها او المنتمين اليها ان شاء الله. طب أستاذ يحيى، هل أخذتوا خطوة بما أن سيادة الرئيس أبدى نوع من الاستياء بسبب تراجع معدلات إصدار شهادات أمان للعمالة الموسمية، خطوة فعلية؟ احنا بالنسبه لنا كبنك اهلي، احنا حتى العماله كل العماله المؤقته اللي بتشتغل معانا او بتشتغل مع الشركات تبعنا احنا
أفقدنا الاتصال من المصدر. بشكر حضرتك على كل حال أستاذ يحيى بالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، كنت حابة أسمع الإجابة لكن للأسف فقدنا الاتصال. بمناسبة عيد العمال النهاردة، وزير القوى العاملة محمد سعفان في كلمته قال إن الوزارة تمكنت في الفترة من مارس 2017 إلى أبريل 2018 من تشغيل 285 ألف، بالإضافة إلى تعيين 25 أو 2562 من ذوي الاحتياجات الخاصة والأقزام في الحكومة والقطاع العام. كمان تم تشغيل 457 ألف فرصة عمل، توفير فرصة عمل في 16 دولة عربية وأجنبية من واقع تصاريح العمل الصادرة. كمان السيد جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال من جانبه اتكلم عن المزايا الكبيرة اللي هيتم تحقيقها من وراء قانون العمال الجديد. معنا على التليفون، مش معنا سيادة الوزير؟ طيب الخبر اللي بعده خبر آخر. في ظل التحذيرات التي تبعناها اليومين اللي فاتوا بسبب تكرار موجة الأمطار الشديدة واللي اتعرضت لها القاهرة والمحافظات الأخرى، مجلس الوزراء النهاردة عقد اجتماع برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع وزراء الري والتنمية المحلية ورئيس هيئة الأرصاد، وتم الإعلان عن 6 إجراءات لمواجهة تقلبات الطقس. اعتبارا من النهاردة هيبتدوا يهتموا بهذه الإجراءات. الإجراءات هي رفع الاستعدادات القصوى على مستوى الجمهورية وتفعيل غرفة طوارئ مركز المعلومات في كافة المحافظات، كمان تجهيز 8 فرق طوارئ في قطاعات المياه والصرف والكهرباء والحماية المدنية والغاز، ومراجعة شبكات الصرف في الطرق الرئيسية وتفعيل الخطط المرورية البديلة. أخيرا التأكد من جاهزية سيارات نزح المياه وطلمبات وكافة التجهيزات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة إذا حدث هطول أمطار أو سيول مشابه للي شفناه مرة أخرى. معنا سيادة السفير أشرف سلطان، برحب بك سيادة السفير. اهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. عايزين نتكلم اكتر، هل فعلا نقدر نطمن المره دي ان لو حدث ما هو مشابه فيه على ما اظن توقعات بان الفتره القريبه القادمه هيحدث فيها شيء مشابه للامطار والاعاصير اللي شفناها الفتره اللي فاتت اليومين اللي فاتوا واللي فعلا اثارت استياء كبير، ويعني نقدر نقول ان الناس كمان عندها حق لان كان المنظر صعب شويه. نقدر نطمن المرحلة الجاية مش هنشهد ده؟ أولا احنا يعني حضرتك أشرتي إلى الاجتماع اللي تم اليوم. أيوه. وهذا الاجتماع كان بيتناول الموقف بالنسبة لفترة قادمة، وهناك تحذير من هيئة الأرصاد بأنه في هناك طقس سيء اعتبارا من يعني اليوم حتى يوم الخميس 3 مايو على مستوى الجمهورية. تمام. وفي البيان اللي احنا مجلس الوزراء طلعه الصادر عن مجلس الوزراء، كان هناك بعض المحافظات اللي ذكر انها اكثر عرضه لطقس يعني او اكثر سوءا، يعني محافظات البحر الاحمر، شمال وجنوب سيناء، هنا اسيوط، سوهاج والسويس. تمام. في ضوء كده هو كان في اكثر من اجراء، طبعا رفع حاله الطوارئ ورفع حاله الاستعداد في كل المحافظات وخاصة في المحافظات اللي قلنا عليها، في توجيهات للمحافظين بالتواجد ومتابعة كل ما يحدث واتخاذ. لكن سيادة السفير، واقع الحال انه احنا للاسف بنستنى لما تحصل المشكله وبنرجع نتخذ اجراءات. موضوع رفع حاله الطوارئ يعني موضوع سهل انه ناخذ قرار برفع حاله الطوارئ وان احنا نجهز، لكن هل على ارض الواقع هيتم استيعاب كل القصور اللي نقدر نشوفه اللي شفناه؟ احنا شفنا غرق يعني وناس على الدائري كانت. معلش انا خليني اوضح برضو لحضرتك، احنا شفنا غرق صحيح. بس احنا شفنا غرق صحيح في منطقة معينة أو منطقتين، ولكن على مستوى الجمهورية كلها كان هناك تناول مختلف تماما. وأرجو أن برضو الإعلام يبقى بيوضح ده، أنه في مناطق كثيرة جدا تعرضت لأمطار وأمطار كثيفة وتم التعامل معها بشكل جيد، ولم يكن هناك
اي مشاكل. لكن حفاظا دايما على صوره بلدنا برضو حتى المنطقتين دول، لما لا يعني ليه ما نكونش جاهزين انه احنا ما نوصلش ما تظهرش الصوره؟ انا لا انفي ذلك، ولكن انا بقول انه في استعدادات، في اولا يعني خليني اوضح، اولا في تحذير للمواطنين انه في حاله طقس سيء مستمره، ده واحد. في تحذير او يعني نوع من التوجيه للمحافظات بالاستعداد، في الاستعداد ده مش فقط يتضمن رفع حاله الاستعداد او وانما كده، لكن زي ما كان البيان اللي طالع من مجلس الوزراء بيقول، اول حاجه في مراجعه لشبكه الصرف في الطرق الرئيسيه، في مراجعه للخطط المروريه البديله في المدن الرئيسيه، بحيث انه يتم توجيه المرور من الشوارع اللي فيها خطوره للشوارع الامنه. في ايضا كان تعليمات السيد رئيس الوزراء في مجلس المحافظين انه يكون في يعني اجراءات احتياطيه، لان يكون في تغذيه بالكهرباء للمحطات رفع الميه. طيب بصراحه سياده الوزير، ايه اللي ناقصنا؟ ايه الامكانيات الحقيقه التي تنقصنا؟ وايه صعوبه ان احنا نتحرك فيها؟ يعني هل موضوع صيانه؟ موضوع ايه بالظبط؟ الموضوع اللي كان تم في الفترة الأزمة الماضية إنه كان المحول الكهرباء الخاص اللي بيشغل محطة الرفع تعرض للتعطل لأنه بسبب المطر، وبالتالي محطة المية ما كانش قادرة تشتغل، وبالتالي تم الاستعانة بسيارات للشفط، وسيارات الشفط ما كانش لديها القوة الكبيرة لشفط المية أو السرعة خلينا نقول زي محطة المية. تمام، يعني نقدر. ومن هنا جه التوجيه بانه على سبيل المثال انه محطات يعني الرفع يكون لها اكثر من مصدر للتغذيه الكهربائيه، بحيث اذا تعطل مصدر يكون في هناك مصدر بديل، وده يامن انه ان عمليه الشفط تتم بسرعه. نتمنى ده والله يا سيادة السفير. طيب خلي حضرتك معنا عشان هناخد خبر آخر وهحتاج من حضرتك نعلق عليه. النهاردة الظهر حصل حريق محدود في جزء من الشدات الخاصة بالواجهة الخلفية الغربية للمتحف المصري الكبير. المتحف ده المفترض أنه بيتم افتتاحه بشكل جزئي في شهر يونيو الجاري بعد تأجيل أكثر من مرة بسبب تأخير أو تأخر أعمال الإنشاءات، وبسبب أحدث يعني أحداث الثورة اللي فاتت. وزارة الآثار أعلنت بعد ساعات من الحريق أنه كان محدود وأنه لم يمس إلا الأجزاء الخشبية فقط في الشدات المعدنية المؤقتة اللي بتغطي الوجهة، لكن تم احتواء الحادث سريعا وتم إطفاء الحريق لضمان عدم امتداده لأي مناطق أخرى. الوزارة كمان أكدت أن الحادث بعيد تماما عن المتحف نفسه، ولم يتعرض المتحف أو أي قطعة أثرية لأي خطر، وطبعا ده مهم جدا أنه يكونش تعرضت لأي أخطار. سيادة السفير، تعليقك على الموضوع اللي نتكلم عنه والحريق اللي حصل للأسف. أنا أحب أؤكد الكلام اللي حضرتك قلتيه، الحادث هو حريق مش في المبنى نفسه، هو حريق في السقالات المعدنية، والسقالات المعدنية كان عليها ألواح خشبية والألواح، وأيضا كان عليها مواد يعني مواد قابلة للإشتعال أو يعني سريعة الإشتعال زي الفوم، واللي بيتم تغليف أحيانا السقالات بها لحماية العمال. الحريق تم كله فيما يتعلق بالشدات المعدنية وليس في المبنى نفسه، واكد برضو من خلال برنامج حضرتك انه ما فيش اي خسائر الحمد لله، لا في الارواح ولا في اصابات ولا في المبنى ولا في اثار ولا في اي شيء. لكن هل ده بسبب خطا معين انه احمل على العربيه حاجات قبل الاحتراق؟ المعمل الجنائي، لا هو المعمل الجنائي بيعمل، وفي فريق يعني راحوا بيكشفوا هيصدر تقريره، لكن حتى الان دي يعني في فحص فني تم في حينه، واكثر من جهه كانت متواجده، يعني السيد محافظ الجيزه كان موجود، في اثنين مساعدين للسيد وزير الداخليه كانوا موجودين، كان في ناس من يعني اكثر من جهه موجوده وعينوا، وفي ايضا الخبراء الخاصين بالمعمل الجنائي بيقدموا تقرير بعد الفحص انه ايه سبب الحادث.
عظيم. كمان الحكومة كعادتها مهتمة بكل تفاصيل، بالرغم أنه الحريق لم يصب أي قطعة أثرية وكان بعيد عن المتحف نفسه، لكن رئيس الوزراء اجتمع بوزير الآثار. عايزين نتعرف من حضرتك أكتر يا ترى إيه اللي حصل في الاجتماع؟ طبعا يعني لانه طبعا المتحف ده مشروع كبير ومشروع مهم. أيوة. ومشروع بيمثل نقله نوعيه بالنسبه لقوه المتاحف في مصر وللسياحه. الرئيس الوزراء كان مهتم انه يتعرف بصفه شخصيه وبصفه مباشره من السيد وزير الاثار على كل تفاصيل وملابسات الموضوع، وبالتالي هو طلب منه المعلومات، والسيد وزير الاثار عرض المعلومات اللي موجوده وطمنوا انه الحادث كان يعني محدود، بحيث انه لم يمتد الحمد لله الى المبنى او الى الافراد او الى الاثار. وكان طبعا السيد رئيس الوزراء كان توجيهه انه يعني اولا هو كان عايز تقارير دوريه على اسباب وتعديات الحادث، كلما يكون هناك معلومه متاحه يتم تقديمها اليه. من ناحيه اخرى عايز انه يكون في عمل جاد بحيث يتم تلافي مسببات هذا الحادث، يعني انه لازم يكون في اجراء يمنع تكرار هذا الحادث. بالظبط، النقطه دي مهمه، ان يكون في اجراء يمنع تكرار مثل هذا الحادث، لان زي ما بنقول مش كل مره تسلم الجره. الحمد لله المره دي كان بعيد عن المتحف. اقدر يعني نقدر نقول انه السبب تقريبا معلوم، حتى بعد التحقيق يعني خلاص السبب شيء بسيط، مش هيبان يعني حاجات اخرى، صح؟ يعني ده اللي التحقيق هيكشفه ان شاء الله. بشكرك سيادة السفير أشرف سلطان على وجودك معنا في هذه الفقرة. دكتور طارق توفيق، برحب بحضرتك كمان معنا على التليفون. اهلا بحضرتك استاذ مشاهدي. اهلا وسهلا بحضرتك مدير المتحف. عايزين نعرف طبعا اخر الاستعدادات، للاسف هو اكتر من مره تم تاخير افتتاح المتحف. عايزين نعرف يا ترى الموعد النهائي لافتتاحه واستعدادات العمل في وصلت لحد فين؟ لا، هو الحمد لله لسرعه استجابه كافه الاجهزه المعنيه في الدوله تم النهارده التعامل مع الحادث بسرعة شديدة جدا وباحترافية كبيرة، فبالتالي العمل في المشروع استؤنس اليوم. عظيم. لم نتوقف. وبالتالي هذا ليس سبب لأي تأخير في موعد الافتتاح بمشيئة الله، واحنا مستمرين على الجدول بتاعنا بحيث ان المتحف يكون جاهز للافتتاح في نهاية هذا العام بمشيئة الله. بمشيئة الحمد لله ان الحريق كان في الواجهة الخلفية للمتحف واقتصر على الشدات المعدنية بالألواح الخشبية اللي عليها، فبالتالي لم تمتد النيران إلى داخل المبنى، والحمد لله ده هيخلينا نقدر نستمر بالجدول بتاعنا كما هو إن شاء الله. هل يا ترى علشان نمنع تكرار مثل هذا الحادث هل تم فيه عقوبة معينة لربما العمال في نوع من الإهمال معين أدى إلى ذلك؟ بالطبع الجهات المعنية بالفحص الفني والتحقيق بتقوم بعملها، بدأت بعملها، والعمل ده هيستمر لتحديد مدى المسؤولية عن هذا الحادث. من جهة أخرى الحمد لله التجربة بينت أن الاحتياطات المتخذة للتعامل مع أي حادث لا قدر الله احتياطات جيدة، بحيث أن سيارات الإطفاء تمكنت من الوصول لمكان الحادث في دقائق للتعامل معه ولمنع امتداد النيران بشكل أكثر. طيب. التعامل مع الحدث كان بشكل عالي جدا وباحتراف شديد جدا. عظيم. وجهات الدولة في الحقيقة فورا كلها استجابت وتفاعلت، لدرجة ان القوات المسلحة بعتت هليكوبتر اطفاء، طائرة اطفاء. يعني تم التعامل مع الموضوع بشكل جاد جدا وبشكل احترافي جدا.
فات الكتير ما فضلش الا القليل زي ما قلنا. يا ترى العمل اخباره ايه؟ هل في اي معوقات ولا العمل بيسير على اكمل وجه؟ وان شاء الله الموعد النهائي للافتتاح طبعا ده معلم عظيم هيشرف مصر، ومش بس في مصر بنستناه افتتاحه، لكن اكيد في دول من العالم مهتمه بهذا الموضوع عشان تيجي تشوف المتحف الكبير بعد افتتاحه باذن الله. يعني مصداقا لكلام سيادتك، اثناء وجود الحادث كان هناك الزملاء في التغميم مستمرين في عملهم في تجهيز القطع الاثريه للعرض المتحفي، وفي نفس هذا اليوم حوالي الساعه الخامسه مساء قام وزير خارجيه فرنسا بزياره للموقع وزياره تمثال الملك رمسيس الثاني، وده يبين مدى الاهتمام العالمي بهذا المشروع، وان احنا الحمد لله قدرنا حتى نتعامل مع حادث بشكل احترافي، ان الزياره الرسميه تتم في نفس اليوم بامان. والضيف الحقيقه عبر عن اعجابه بهذا المشروع الضخم اللي مصر بتقوم به عشان يكون هديه للعالم ان شاء الله. الحمد لله، كل التوفيق لحضراتكم دكتور طارق توفيق مدير المتحف الكبير، شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الفقرة. بعد الحريق بشكل مباشر، نائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإجراء تحقيقات موسعة في هذا الحادث، حادث الحريق، للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤولية عنه، وكمان أمرت النيابة العامة بهذا بفتح تحقيق عاجل عن هذا الحريق أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة في الواقعة، وأكدت أنها هتبتدي تحقيقاتها مع إرفاق التقارير الفنية بمجرد الانتهاء منها للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر وتحديد المسؤوليات. أما المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بدوره زي ما قلنا التقى بوزير الآثار فورا بالدكتور خالد العناني وطالبوا بالوقوف على تداعيات الحريق، وطالبوا كمان بالعمل على تلافي أي مسببات ممكن تؤدي لتكرار هذه الحوادث أو هذا الحريق. معنا سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة الإدارية، بحييك سيادة المستشار. النيابة الإدارية. النيابة الإدارية، عفوا. برحب بحضرتك، كلمني أكتر عن التحقيق وإزاي هتقوموا وتشرفوا على الموضوع بأنفسكم. مجرد ما طيب هو يعني صوت حضرتك مش واضح للأسف، معرفش، أعتقد المصدر هو السبب، ممكن يعني يكون كلام حضرتك في مكان شوية أفضل بالنسبة للشبكة. طيب هنحاول نعيد الاتصال بحضرتك. بمناسبة الكلام عن الآثار والمناطق السياحية، وزارة الداخلية نفذت حملة النهاردة على الباعة الجائلين في محيط منطقة الأهرامات لإزالتهم بسبب المخالفات اللي قاموا بها السياح والمصريين الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية. خلونا نشوف أكتر عن هذه الحملة في هذا التقرير. إذا كان الأجداد قد تركوا آثارا تخلد ذكراهم وتعد مقصدا رئيسيا للسائحين، فإن الحفاظ على الصورة الجمالية للمناطق الأثرية من أي تشوهات تطالها أمر تحرص عليه وزارة الداخلية. لذلك شنت الأجهزة الأمنية بالوزارة حملة مكبرة على المنطقة الأثرية بالأهرامات لرفع الإشغالات وكل ما يسبب مضايقات للسائحين. النهارده رفعنا الاشغالات، ظبطنا الناس اللي هي بتحصل نوع من المضايقات بالنسبه للسياح وبتاع كلام من ده. ساعات شفت السياح لما قابلتهم الناس مبسوطه قد ايه، الناس بتحب تيجي مصر. لازم نحافظ على الكلام ده، لان الكلام ده اصلا خير علينا، خير لبلدنا، خير على شعبنا كلنا، فكله بيستفيد من هذا الكلام. حمله النهارده اللي بتشمل المنطقه الاثريه والاماكن والمناطق المحيطه بها دي من ضمن حملات مستمره بتقوم المديريه بتنفيذها، تقريبا بيبقى بصفة مستمرة كل يوم أو كل يوم تقريبا بنختار منطقة معينة
على نطاق المديرية بيتم إعداد الحملات المكبرة بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بنستهدفها لضبط الشارع المصري وضبط كافة المخالفات. على جانبي شارع أبو الهول المؤدي إلى سفح الأهرامات والذي استهدفته الحملة، تتراص المحلات التجارية والتي تعد السياحة هي مصدر رزق أصحابها، الذين أكدوا على أهمية هذه الحملات لمنع المظاهر السلبية التي تؤثر على السياحة. لما يكون بالنسبة للسائح لما يجي ويشوف المنظر ده كده كويس ونظافة، ده يقدر الناس كتير تيجي وتلاقي السياحة فيها شغل وفيها حركة وبتاع، لأن برضو النظافة شيء مهم جدا. ما في شارع يبقى واحد مطلع كراسي خارج القهوة ب 10 متر بره و 5 متر بره، بس فالقانون قانون، يعني يا ريت كل واحد يبدأ بنفسه. وما بزعلش من الحملات، عشان الحملات بتيجي تنظف المنطقة، لازم المنطقة يكون فيها أمن وأمان، لكن لما نعيش من غير أمن وأمان ما بنعرفش نمشي في الشارع، السائح بيعرف يمشي وأنا بعرف أمشي وبنتي وبنتك بتعرف تمشي. داخل المنطقة الأثرية كان الوجود الأمني الذي يهدف إلى منع المضايقات وضبط المخالفات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتلقي شكاوى السائحين والاستجابة الفورية لها. احنا بصدد حملة اليوم من الساعة 7 صباحاً، تم ضبط حوالي 15 حالة حتى الآن، سواء باعة مخالفين لشروط الترخيص اللي حاصلين عليه من محافظة الجيزة أو 4 حالات آخرين إلحاح على السائحين. ويوميا في حملات زي دي، فضلا عن إن السيد الوزير مدعم المنطقة بعربيتين تحقيقات، زيادة عن عربية المساعدات الفنية، ودي بتوثق الأحداث، أي مشكلة بيتعرض لها سائح بتسجلها وبيتم ضبط القائم على المشكلة دي وبتاخد معاه الإجراء القانوني. بعيدا عن المخالفات وإزالتها، مخالفات الباعة الجائلين وغيرهم اللي بتأثر طبعا على السياحة وغيرها في محيط الأهرامات، هنرجع تاني لخبر الحريق اللي حصل في المتحف الكبير أو بعيدا عنه، حيث فتحت النيابة الإدارية زي ما قلنا تحقيقا هذا الموضوع. معايا على التليفون رجعنا اتصلنا بسيادة المستشار محمد السمير، ورحب بك سيادة المستشار مرة أخرى، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية. أهلا فندم. عايزين نتعرف أكتر، أكيد التحقيق هيكون بإشراف حضراتكم، إيه اللي هيتم تحديدا في هذا التحقيق وإزاي تقدروا توصلوا للأسباب والإجراءات اللي بتتبع ذلك؟ تمام، يعني هو ظهر اليوم أصدرت معالي المستشارة فريال قطب رئيس الهيئة تعليماتها بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لسيادتها مباشرة بخصوص الواقعة بعد تداول الأخبار بحدوثها. أي. التحقيقات فتحت بالفعل، وإحنا بنبتدي الأول إن إحنا بنشوف الأسباب الفنية، وده بيبقى عن طريق التقارير الفنية اللي هتضعها اللجان المختصة والجهات المختصة الفنية عشان تحدد أسباب الحريق، وبالتالي نبتدي إحنا كنيابة إدارية ناخد الدور بتاعنا ونطلع بالعمل المنوط به، اللي هو هل هناك ثمت إهمال أو خطأ من أحد العاملين في الجهاز الإداري للدولة في هذا الشأن ترتب عليه حدوث هذا الحريق، أو هل كان من الممكن تلافيه؟ طبعا الحمد لله التعامل معاه كان بشكل جيد جدا، وما كانش فيه أي خسائر لا في الأرواح ولا في المقتنيات الأثرية النفيسة اللي بتملكها مصر. فإحنا بنشوف الخطأ إذا كان هناك خطأ ما يتسبب في الحريق والآليات بتاعت علاجه ومحاسبة من تسبب فيه. بيتم طبعا اتخاذ اجراءات ومحاسبه المتسببين ووضع ضوابط معينه لذلك، صح يا سياده المستشار؟ مظبوط، يعني اذا كشفت التحقيقات عن وجود تم خطا ما طبعا لابد من محاسبه المتسبب فيه، وكمان النيابه بترى او بتضع الضوابط المعينه اللي تتلافى بها مستقبلا حدوث مثل تلك الحوادث، خصوصا ان احنا بنتكلم زي ما حضرتك تفضلتي ويعني ضيوفك الكرام قبل ما انا اعمل المداخله، بنتكلم عن المتحف المصري الكبير، يعني ما فيش دوله في العالم عندها الثروه الاثريه اللي موجوده عند مصر، ويهمنا كلنا ان احنا نحافظ عليها وانها تبقى موجوده في افضل مكان وفي افضل شكل وبافضل صيانه ممكن. طبعا، لكن من المعاينه الاوليه سيادة المستشار، يعني هو الحادث المتوقع بسبب الحاجات اللي كانت على العربية اللي هي قابلة للاحتراق، ولا ممكن خلال التحقيق يظهر أسباب أخرى؟ يعني تمام، يعني هو من طبيعه التحقيقات القضائيه ان احنا ما نقدرش نستبق فيها الاحداث، لان انا عشان اتكلم عن تحقيق قضائي لازم اكون مسؤول عن الكلمه اللي بقولها، فبالتالي ما نقدرش النهارده ان احنا نقول ايه السبب لغايه ما الجهات الفنيه المعنيه تنتهي من تقاريرها وتضعها بالفعل وتوضح لنا ايه الاسباب الفنيه اللي ترتب عليها حدوث الحريق، ثم تباشر النيابه التحقيقات وسؤال المختصين لتنتهي الى النتيجه في الاخر، عند ذلك ان شاء الله سيعلن ذلك في بيان على الراي العام. بشكرك جزيل الشكر سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.
حجم الودائع هو مؤشر مهم في الاقتصاد. النهاردة طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن أن حجم الودائع لدى القطاع المصرفي أفراد وشركات بلغ 5 تريليون جنيه، وأن الأموال دي محتاجة لبنك مركزي قوي علشان نضمن تأمينها. خلال كلمته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، محافظ البنك المركزي أكد أن دور البنك مش متوقف على تأمين الأموال دي بس، لكن على استخدامها في التنمية كمان. جملة محافظ البنك المركزي دي مهمة جدا، جملة متعلقة بالتنمية، لأن في العادي زيادة حجم الودائع في البنوك ممكن تكون شيء سلبي لو اقتصر استخدام الأموال دي فقط على منح قروض مش مشروعات للتنمية، لكن الأهم أنه نستخدمها فعلا في مشروعات للتنمية. وده السبب اللي خلى محافظ البنك المركزي يتكلم بالأرقام عن استخداماتها في التنمية. طارق عامر كمان اتكلم عن ان سوق النقد الاجنبي كانت في السابق فوضوية لكنها اصبحت مشكلة في الماضي، وان الدولة بتركز دلوقتي على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بحسب محافظ البنك المركزي ايضا، فان العجز في الميزان التجاري انخفض من 20 مليار دولار لحوالي 6 او 7 مليارات دولار بس. معانا الأستاذ محمد الإتريبي رئيس بنك مصر، برحب بيك أستاذ محمد. أنا برحب بيك وطبعا برحب بالقناة، بس عاوز أصلح معلومة عشان فضل. مش العجز الميزان التجاري، وأتكلم على الحساب الجاري بتاع ميزان المدفوعات. تمام. هو كان 20 مليار دولار عجز، النهاردة وصل عجز 6 مليار دولار. تمام. وبالتالي كان المحافظ بيقول نتيجة لتحريك سعر الصرف ونتيجة للقرارات الجريئة اللي اتخذت في 2016 في 11/2016، الحمد لله جميع مؤشراتنا الاقتصادية بتتحسن. فهو بيقول ان حساب الجاري في ميزان المدفوعات العجز فيه نزل من 20 مليار دولار ل 6 مليار دولار، ممكن يضغطوا باستثمارات مباشرة من الخارج، ممكن يضغطوا بسياحة يعني تزيد مواردنا، فكلها يعني حاجات إيجابية أشار إليها النهاردة في اجتماع المصارف العربية اللي هو كان بيتكلم على الفينتك النهاردة. واضح جدا، عايزين تفاصيل أكتر عن الاجتماع أستاذ محمد. هو الاجتماع أنت عارفة طبعا سيادتك أنه النهاردة في ثورة في التكنولوجيا، وطبعا مصر مهتمية بهذا الموضوع، لأنه النهاردة زي ما حضرتك عارفة أن الرئيس السيسي هو اللي بيرأس المجلس القومي للمدفوعات، وده عشان نحول الدولة من اقتصاد نقدي الى اقتصاد غير نقدي، يعني مش عاوزين يبقى الناس بتتداول النقود الورقيه، لا احنا عاوزين الناس تستخدم النقود الالكترونيه والمشفرات. فده كان الاجتماع ده عشان الدول العربيه ما زالت حجم، في بعض الدول ما زالت ارقامها ضعيفه مقارنه بالدول المتقدمه، في خصوصا في المشروعات الصغيره والمتوسطه. لكن هل الموضوع ده يعني أستاذ محمد صعب ولا سهل تحويل نظام دولة من نقدي لغير نقدي بالطريقة اللي حضرتك؟ لا هو طبعا ما فيش حاجة صعبة، إنما في حاجة بتاخد، بدام أنت ماشية في بالستبس صح بطريق سليم هتوصلي للي أنت عاوزاه. أهمية الفينتك إنها بتقدم خدمات ميسرة ومنتجات متنوعة وبأسعار بسيطة للي ما عندهمش حسابات، بتجذب شريحه من المتعاملين وبتساعد في موضوع الشمول المالي. وطبعا اهم حاجه المشروعات الصغيره والمتوسطه لانها دي بتدفع اقتصاد الدول. فهو النهارده كان الكلام على ازاي الدول العربيه تنشط المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده برضو هدف كان اساسي، لان حتى هذه اللحظه الشرق الاوسط وشمال افريقيا حجم المشروعات القايمه فيه تقريبا 2 مليون و300 مشروع، 21% بس منهم بيتمتعوا بتسهيلات بنكيه. فاحنا عاوزين يعني كدول، انما مصر النهارده مهتميه بالمشروعات الصغيره المتوسطه. حضرتك عارفه طبعا المركزي مدعم الفايده ب 5% و7%، واكبر البنوك انها محافظها 20% منها تبقى ممثله في مشروعات صغيره ومتوسطه، لان دي المشروعات اللي بتخلق فرص عمل، بتطلع منتج محلي وتوفر العمله الاجنبيه. فكل دي كانت يعني حاجات ايجابيه. المحافظ اتكلم النهارده على ان سوق النقد اللي هي كانت طبعا في فوضى قبل تحريك سعر الصرف، كانت كل التحويلات اللي جايه من الخارج كلها كانت بتخش في القطاع الغير مصرفي، كانت بتخش وسوق الموازيه كانت نشطه جدا. النهارده ما عندكيش سوق موازيه، كله بقى يمر عبر البنوك. الاحتياطي النقدي وصل لارقام تجاوزت ما قبل الثوره، واحنا وصلنا ل 42 مليار و600 مليون. الاموال الساخنه اللي هو بيطلق عليها الاموال اللي بتخش في الاذون الخزانه وفي البورصه المصريه، النهارده 22 مليار دولار بعد ما كانت 300 مليون دولار قبل الثوره. فكل دي قرارات المحافظ نوه عليها
وقال ان انا كبنك مركزي مش بس دوري كرقيب، دوري ان انا عاوز انمي المجتمع بالمشروعات التنمويه اللي بتفيد الدوله وتفيد المواطن العادي. عظيم، النقطة دي مهمة جدا، يعني أن يكون عندنا مبلغ كبير غير مقتصر فقط على الحفاظ عليه وعلى هذه الأموال، ولكن استثمارها بشكل يخدم التنمية. أكيد، لأن خدي بالك سيادتك، لو البنوك خدت الفلوس من العملاء وما وظفتهاش ما ينفعش. البنوك دورها أنها توظف الفلوس وتوظفها في القطاعات الحيوية للبلد والقطاعات اللي هتدر عائد وتنشط السوق المصري، لأنه إحنا عندنا المشاريع الصغيره والمتوسطه دي قطاع حيوي وهام جدا في الدوله، ففي اتجاه قوي جدا النهارده لتنشيطه، عشان كده البنك المركزي هو اللي متحمل فاتوره سعر الفائده المخفض. انت عارف حضرتك اسعار الفائده النهارده العملاء بتدفع 18 و19%، البنك المركزي بيدعمها ب 5% و7%، فده الفاتوره دي بيتحملها المركزي بس، ده عشان يدفع الدوله واقتصاد الدوله ويشجع الناس انها تعمل مشاريعها الشخصيه، حتى لو مشروع صغير، حتى لو مشروع بيتكلف 20,000 لغايه 50,000 100,000 مفيش ما يمنع، لانه عاوزين يشجع العمل الحر بدلا ما الناس دي تتجه للحكومه اللي هي متخمه بعدد عماله يتجاوز 6 مليون واحنا مش محتاجين هذا الرقم. ارتفاع حجم الودائع ل 5 تريليون شركات وافراد لاي درجه بيعتبر شيء ايجابي، وهل بيعكس ثقه اكبر في الاقتصاد ولا في الاداء المصرفي والجهاز المصرفي؟ هو طبعا حضرتك لو رجعتي للودائع هتلاقي حصل نمو كبير جدا في الفتره، فده دليل على ثقه ان الناس، وخصوصا لما بنك مصر وبنك الاهلي نزلوا الشهاده ل 20%. أيوه. الناس طلعت من تحت البلاطه 241 مليار جنيه دخلوا القطاع المصرفي. صح. يعني في 241 مليار جنيه كانوا خارج القطاع المصرفي دخلوا القطاع المصرفي في بعد ما شهدت ال 20%، لانها جذبت شريحه كبيره جدا ما كانتش بتتعامل مع البنوك. ودي اهم حاجه هي الشمول المالي، ان احنا عاوزين نجذب اكبر عدد من المتعاملين مع البنوك عشان نقضي على القطاع الغير رسمي اللي هو يعتبر له نسبه حتى هذه اللحظه نسبه عاليه في اجمالي الناتج المحلي. كل مدى الحفاظ على التنمية الاقتصادية حتى لو بشكل طبيعي، مش لازم يكون في قفزات، يمكن الموضوع بيكون أصعب، إيه اللي بتتخذه الدول بالتأكيد دولتنا يعني بالتعاون مع البنك والمركزي لتأمين هذه التنمية الاقتصادية بشكل طبيعي دون قلق أو تراجع؟ زي ما شرحت لسيادتك، إحنا النهاردة المشروعات الصغيرة بتتمتع بفايدة 5%، بنخش في الشراكه حتى بدون من عشان نخفف الاعباء التمويليه. البنك المركزي بيتابع البنوك كل ربع سنه وبيشوف التارجت بتتحقق ولا لا. يعني احنا في بنك مصر احنا كانت المشروعات الصغيره ومتوسطه 2 مليار، احنا النهارده في سنه وصلنا ل 9 مليار، والرقم ده بالنسبه لنا ما زال ضعيف، وان شاء الله احنا حاطين في استراتيجيتنا ان في 2020 نصل ل 45 مليار. لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة دي أهم حاجة بتنمي اقتصاد الدول وأكثر مصدر لخلق فرص عمل في أي دولة. فعشان كده البنك المركزي والحكومة مهتمية والبنوك معاها مهتمية بهذا الموضوع، وأنا شايف إن إحنا ماشيين في خطى ثابتة. في تحديات، إنما الحمد لله إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. وده مش محمد ريبي اللي بيقول، ده المؤسسات العالمية اللي بتقول انه مصر بتتقدم في مشروعات عملاقة حدثت في الفترة السابقة. إذا التارجت بتتحقق وماشيين في مسار سليم جدا. نيجي لقانون البنوك اللي مفترض بكره هيتم عرض بنوك قانون البنوك. لا، هو بس عشان أوضح المعلومة، هو بكره هيناقش القانون في البنك المركزي وممكن ياخد جلسة وجلستين. ومتوقع إن هو يتم بقى يعني ياخد صورته النهائية في شهر 6 ويعرض على الحكومة في شهر 6، ثم الحكومة لو وافقت عليه إن شاء الله يعرض على البرلمان. المحافظ النهاردة قال إنه القانون ده يعني استعانوا بخبرات عالمية وبخبرات دولية وبنوك مركزية عالمية عشان نطلع قانون يتلائم مع ما يحدث على الساحة العالمية. فالمحافظ يعني افهم من كلام حضرتك يا فندم انه ما فيش يعني لم تثر حوله اي ملاحظات او تعليق بخصوصه؟ لا، انا ما اعرفش طبعا، انا مش في البنك المركزي، انا بحكي لسيادتك انه القانون المحافظ قال انه في بكره في عندهم اجتماع هيبصوا في يعني كل فتره بينقل القانون وبيعرضوه في صورته النهائيه. انا متوقع انه صورته النهائيه تطلع من المركزي للحكومه في خلال شهر 6.
اللي هو اللي جاي يعني. الحكومه اقرت هذا القانون، هيعرض على البرلمان لاعتماده. القانون ده هيبقى برضو يعني حاجه مفيده جدا للقطاع المصرفي وللبنك المركزي وللبلد، لانه مع الناس المتخصصه في مصر، مع الناس المتخصصه عالميا، لانه انت برضو محتاجه خبره عالميه في قوانين البنك المركزي. فهو المحافظ اشار لهذا الكلام وقال استعنا بخبرات عالميه. فانا شايف انه ان شاء الله هذا القانون هيشوف النور في شهر 6 ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد الاتريبي رئيس بنك مصر. ننتقل في الخبر الجاي لقطاع غزه، اللي شهد انطلاق اعمال المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني بمشاركه قاده فصائل وشخصيات مجتمعيه من الداخل والخارج لرفض انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بكره. خلونا نشوف جانب من هذا المؤتمر في قطاع غزه. نحن نريد أن يكون هناك ترتيب للبيت الفلسطيني، وانعقاد مثل هذا المؤتمر في رام الله يعبر من خلال وجهة نظر واحدة لا يمكن أن يكون رافعة، بل يكرس الانقسام وحالة التشتت والضياع على الساحة الفلسطينية. في هذا اليوم نتوجه إلى كل شعبنا الفلسطيني بالتحية والتقدير لتمسكه بالثوابت الوطنية والإصراره على مسيرة العودة، ونقول هذا المؤتمر جاء للحفاظ على الثوابت الوطنية، للتأكيد على وحدانية منظمة التحرير، وللتأكيد على أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وأن يعقد المجلس الوطني اجتماعه في مكان يسمح للجميع بأن يشارك في هذا المؤتمر. بالتالي جاء هذا المؤتمر الشعبي ليرسل الرسائل له، سواء إلى أعضاء المجلس الوطني أو إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو حتى إلى قيادة السلطة الفلسطينية، وبالأصل الرسالة إلى الشعب الفلسطيني الذي يجب أن يلتف حول هذا المؤتمر وحول البيان الختامي لهذا المؤتمر لمصلحة القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني. هذا المؤتمر يؤكد أن هذه القامات الوطنية ذات التاريخ الوطني المشرف غابت عن المجلس الوطني الفلسطيني، بالتالي هذا المجلس الوطني من يمثل من إذا غابت مثل هذه الوجوه الكريمة من قيادات قطاع غزة؟ فمن يمثل هذا المجلس الوطني؟ لابد من إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني وأخذ المشورة من مختلف ساحات الشعب الفلسطيني. أتينا لنؤكد أن رسالتنا هي للمجتمع الدولي وإلى منظمة التحرير الممثلة برئيس دولة فلسطين محمود عباس، أنه لا يمكن عقد مجلس وطني بدون كافة أجزاء الوطن وبدون كافة القوى والتيارات السياسية. هذا المؤتمر الشعبي هو للمطالبة بضرورة تأجيل المجلس الوطني الفلسطيني ليمثل المجموع الوطني وليلتزم باستحقاقات اتفاقات المصالحة ومخرجات بيروت، بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء والتفرد. خبر القادم عن نجمنا العالمي محبوب الجماهير الرياضية العريضة محمد صلاح، حيث نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول تغريدة جديدة أبدى خلالها استياءه من طريقة التعامل معه. صلاح كتب على تويتر بعد سلسلة من الشد والجذب بينه وبين محاميه الأستاذ رامي عباس ومسؤولي اتحاد الكرة من الجانب الآخر، كتب وقال على تويتر في تغريدة: بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كده. كانت أزمة قد نشبت في الفترة الماضية بين صلاح ومحاميه مع مسؤولي اتحاد الكرة من جانب آخر بسبب استغلال صوره بشكل خاطئ تسويقيا، وطلب صلاح عن طريق محاميه التواصل مع اتحاد الكرة لحل الأزمة، اللي أن الأخير أكد في عدد من التغريدات على موقع تويتر على أن الأمر لا يبدو على ما يرام. في رد سريع وزير الشباب الدكتور خالد عبد العزيز قال على تويتر برضو: سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة وأن منتخب مصر بيستعد للمشاركة في المونديال. ده بالإضافة لأن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه وبيمثل بلده في أوروبا خير تمثيل. نتمنى انتهاء الأزمة في أقرب وقت، خاصة وأن مصر يفصلها أقل من شهرين على كأس العالم.
ده كان كلام السيد وزير الرياضة والشباب. معنا على التليفون أستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة. أستاذ كريم برحب بيك. مساء الخير فندم، مساء الخير جميع المشاهدين. حضرتك شايف ازاي الازمه اللي نشبت بين محمد صلاح ومحاميه بهذا الخصوص اللي اتكلمنا عنه والسياق اللي اتكلمنا عنه؟ نعم، طيب عشان نلخص الموضوع للساده المشاهدين، طبعا الموضوع لحد ما معقد شويه. مفيش قوانين وضعها الاتحاد الدولي او اي اتحاد رياضي عشان يحكم موضوع الاعلانات الدعائيه بين اللاعبين وبين منتخبات بلادهم. يعني مفيش خالص اي ماده بتقول لما اللاعب يجي ينضم للمنتخب يبقى المفروض حقه كذا وحقه كذا فيما يخص الاعلانات. ده مفيش الا في حاله واحده بس، لو في عقد مبرم ما بين الطرفين. طبعا. لو في عقد رسمي موجود يبقى اوكي، مفيش مشكله. نفس مثلا الامر ده في علاقه اللعيبه بالانديه. علاقه اللعيبه بالانديه هي اصلا مبنيه على عقود رسميه، وبالتالي العقود الرسميه دي ان النادي بيطلب ان هو يحط بعض الامور الخاصه بالاعلانات او اللعيب يطلب كذا. فبالتالي الاتفاق الثنائي هو الحل الامثل لحل هذه النوعيه من المشاكل. طيب المشكله جت منين؟ المشكله جت ان محمد صلاح كلاعب فوجئ ان هو طرف في بعض المواد الدعائيه والاعلانيه اللي قام اتحاد الكره ببيعها لعدد من الشركات بدون الرجوع ليه. واضح هنا ان في مشكله، في ازمه. اللعيب طبعا محمد صلاح النهارده لعيب عالمي، عنده شركات عندها حقوق بتستغل صورته وتستغل اسمه ده بالاتفاق بينها وبينه. فبالتالي الازمه تفاقمت لما محمد عرف ان احد الشركات المنافسه شركه هو متعاقد معاها على المستوى الشخصي بتستغل صورته. طيب هنا بقى في ازمه، محمد صلاح هنا بقى بيطلع مع شركتين في نفس المجال، وبالتالي اكيد هو في عقده مع الشركه اللي هو مضى معاها في شروط جزائيه ممكن ترجع عليه بيها، وبالتالي تعمل له مشكله هو والشركه اللي بتمثله. فبالتالي انا بشوف الحل الامثل ثاني لهذا الامر لازم الناس كلها تقعد على الترابيزه وتتفق. لازم ده هو ده الحل الوحيد، غير كده القضيه هتتحول لقضيه راي عام اللي هو ما لهاش اي حاجه تحكمها، يعني ما فيش مواد. فبالتالي احنا بنشوف محامي اللاعب على طول بيكتب على السوشيال ميديا، ده متعمد، ده مش بشكل يعني بينفس عن نفسه، لا بشكل متعمد هو دي الحاجه الوحيده ليه. هو مع هو حتى لو راح رفع قضيه مش لاقي او طريقه اخرى. لو راح رفع قضيه، القضيه هتقعد سنين. القضيه هتقعد سنوات كتيره جدا، وعلى اساس كمان هو هيرفعها ضد مين. لو رفع قدام اتحاد الكوره يبقى النهارده هيضطر يقول ان في ماده بتقول كذا وده مش موجود. فارتقى طيب انه اسهل طريقه يوصل بيها انه يرفع على موقع التواصل الاجتماعي الكلمه اللي كتبها. نعم بالظبط، عشان اتخذ طبعا. وخلينا برضه نكون صرحه، يعني ان الموضوع النهارده محمد صلاح بالنسبه للناس هو ايكون، يعني هو طبعا رمز كبير. فلما الناس هتشوف محمد صلاح متضايق هم هيتضايقوا. يعني خلينا نتكلم بصراحه، مجموعه كبيره من المتابعين للامر ومش فاهمينه، يعني مش عارفين حتى مين اللي غلط مين الصح، لان يعني فعلا الامر صعب جدا. لكن على عكس مثلا موضوع انتقالات اللاعبين، الموضوع بيبقى فيه مواد بتحكمه بيبقى منظم اكتر. لكن استوقفني ان حضرتك استاذ كريم بتقول عشان محمد صلاح يعني لاعب عالمي ومعروف، فهل من حق اي شركه انها تستخدم حتى لو مش عالمي ومعروف، حتى لو لاعب عادي جدا، انها تستخدم صوره في الترويج وكده؟ ما فيش حقوق معينه او قانون معين بيرجع له؟ نعم، هتفرق طبعا في المقابل المادي. يعني احنا بنتكلم النهارده على لاعب مش مشهور وجت مثلا شيء، يعني نفترض مثلا لاعب اول مره ينضم للمنتخب، لنفترض لاول مره ينضم للمنتخب في حياته، فجه اتحاد الكوره استخدم صورته في شكل دعائي مع احد الشركات، هنا اللاعب هيفرخ. ليه؟ لان هو اوريدي قبل كده عمره ما عمل ده. فبالتالي طيب لو لاعب هيجيله من هذا الامر هيفرحه. ده لو كان مبتدئ لسه، لكن لو لاعب اثبت وجوده ومعروف بس مش بقدر محمد صلاح، يعني هو موجود ومعروف لكن مش بهذا القدر من العالمين. اكيد طبعا، اكيد برضه في حقوق. يعني برضه نتكلم بصراحه، هو النهارده اهم لاعب في منتخب مصر، وسعره في السوق العالمي للكوره يعني يفرق ملايين ملايين كتير. احنا بنتكلم على لاعب اصلا لو ريال مدريد فكر ان هو يقدم عرض لليفربول عشان يشتريه في الصيف، العرض مش هيقل عن 200 مليون يورو، يعني مبلغ كبير جدا. فبالتالي سعر محمد صلاح الدعائي بقى في سوق الاعلانات بيبقى كبير برضه. بس فهي دي اسباب المشكله يعني. طب هي فكره الرعاة عندنا زي اوروبا بنفس الطريقه بنفس السياق؟ بص يا فندم، هي عامه في كل امور الاعلانات المثل الشائع في كل دول العالم، العقد شريعه المتعاقدين. احنا بنقعد بنتفق على العقد وعلى البنود بتاعته.
احنا هنعمل يعني مثلا، وهدي مثلا بسيط جدا، كريستيانو رونالدو لاعب عظيم لريال مدريد، النادي بيلبس ملابس من شركه ملابس معينه، تمام؟ اللاعب على المستوى الشخصي متعاقد مع شركه منافسه بشكل مباشر، فهو بيعمل اعلانات للشركه اللي هو مضى معاها. طيب النادي بيستغل رونالدو الى حد ما في الصور اللي هو بينشرها في اعلاناته، وهو شيء وهو لابس تيشيرت شركه منافسه، ده بيتم مع ابلاغ رونالدو، لازم يقول له خلي بالك احنا النهارده في صوره هنطلعها في كذا، طبعا فبيبلغه، فرونالدو بيرجع للشركه اللي هو متعاقد معاها، والدنيا بتمشي كويس جدا، مفيش ادنى مشاكل. ليه؟ عشان الناس احترمت الاتفاقات وقعدوا مع بعض واتفقوا. يبقى الاساس الاحترام للاتفاقات، وكل حاجه اكيد لازم بالرجوع الى الشخص نفسه او اللاعب بالذات لما يكون ثابت وجود وحضور. نعم، وخلينا يا فندم بس اضيف مبدا معين، لازم الفيفا اقر في اكثر من مناسبه ان موضوع الايمج رايت اللي هي حقوق استغلال صور اللاعبين ملك كامل 100% للاعب. بالظبط، اللاعب هو اللي يقول استغل صورتي او مستغل، هو ده اللي كنت عايز اسمعه تحديدا من حضرتك. نعم. استاذ كريم سمير، بشكرك جزيل الشكر. استاذ كريم سمير، رئيس تحرير موقع يلا كوره. في خبرنا الاخير استاذ كريم سعيد، عفوا، في خبرنا الاخير بحضور 200 طفل من اطفال الشوارع اللي تم تاهيلهم بدنيا ونفسيا وكمان دينيا وتعليميا، اطلقت جمعيه رساله احتفاليه اطفال بلا ماوى. خلونا نشوف جانب من هذه الاحتفاليه ونرجع. على ألحان الأغاني الوطنية وبتشجيع الحضور، قدمت جمعية رسالة 200 قصة نجاح لأطفال كانوا بلا مأوى أصبحوا مشاريع مستقبل لمصر. رسالة بتمتلك يعني عندها من الأطفال عدد كبير من أطفال بلا مأوى في دور الإقامة ودور الاستضافة. الأطفال الإقامة عندنا الحمد لله ربنا وفقنا في 2016، ورسالة حصلت على أفضل مؤسسة إيوائية بشروط ومواصفات اللي بتضعها وزارة التضامن الاجتماعي. عندنا مشاركات من مجموعة من الجمعيات المختلفة، نورنا النهاردة في الإيفنت بتاعنا. النهاردة بنحتفل بالسنة 11 لتأسيس نشاط أطفال قد الحياة اللي بدأ على يد مجموعة من المتطوعين كان لهم الفضل في إنشاء النشاط مع دكتور شريف. كان فرع واحد في 2007 استقبال نهاري، دلوقتي احنا في 2018 11 مركز استقبال وخمس دور إقامة داخل القاهرة وخارج القاهرة. بنشتغل مع الأطفال خارج العائلة الأسرية والأطفال المعرضين للخطر. لازم كلنا نتحرك في كل الاتجاهات، سواء لاعبين، مثقفين، أدباء، ممثلين، كل الناس. ده مجرد اللي انت ترسم ضحكة أو ابتسامة على طفل صغير، فده بشوف اللي انت كده وعملت عمل عظيم. طبعا المشاركة حتى لو بحضورك بتبقى دفعة معنوية للأولاد ونموذج بنقدمه. وانا النهاردة اتكلمت كلمتي بقول ان الظروف ما تقهرك، انت اللي تقهر الظروف، مهما تحطيت في وضع ممكن يكون صعب شوية، لكن ده اختبار وإن شاء الله تقدر تعدي منه وتقدر أن أنت تبقى إنسان نافع للمجتمع ونافع لنفسك. حاول تبقى لك تارجت، حاول يبقى لك هدف في حياتك تقدر تعمله. كلنا كان لنا هدف وقابلنا الصعاب كتير عشان نحققه، والحمد لله رب العالمين حققناه. هذه الاحتفالية التي تزامنت مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء كانت للأطفال بمثابة تحدي جديد ونجاح في حصد نظرات الإعجاب والتشجيع. الولاد دول اذكياء جدا جدا جدا، الولاد دول عندهم كرامه عاليه قوي، عندهم عزه نفس عاليه جدا. انا بتعامل معاهم بمنتهى الحرص اللي هو يفيدني انا مش اللي يفيدهم هم، يعني انا حريص عشان انا استفيد منهم. هم عندهم عزه نفس عاليه جدا، عندهم دماغ كويسه جدا، عندهم كرامه، والولاد دول لو استغلنا الطاقات اللي جواهم والحاله النفسيه اللي هي ما بتشتغلش الا اللي شايفاه صح من وجهه نظرهم، حتى لو من وجهه نظرهم احنا بس بنواجه وجهه نظرهم، هنقدر نعمل بيهم حاجات كتير جدا كويسه. بالنسبه لي فرحه وسعاده، واليوم النهارده كان حلو وحسيت ان ليا قيمه وليا احترام والناس يعني حبتني. في احترام، في تقدير، في سمع، يعني لو واحد صغير اتكلم بيسمعوا له، بيحاولوا يجاوبوا له كل حاجه، ما فيش يقول ده صغير فكك من رايه كده، لا كلنا هناك مع بعض زي بعض، سوى بعض، ما فيش حد احسن من التاني. الفرحه في عيون الصغار ممن وجدوا طوق النجاه من مخاطر حياه صعبه فرضت عليهم، يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المساهمة لتحويل هذه البراءة من لقب ضحية لقصة نجاح.
أكيد ما فيش رسالة أعظم من مد يد العون لمن يحتاجها ويستحقها، وبالأخص لو ده بيصب في صالح المجتمع ومستقبله وتنميته للأفضل. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية النهاردة. بعد الفاصل صورة مشرفة ونموذج عظيم في تحدي الصعوبات عوضها ربنا عن فقدان البصر ببصيرة تانية وصوت ملائكي وإحساس رائع. معنا المطربة الشابة ندى شريف المنسي وتوأمتها نادين المنسي وكمان والدهم الدكتور شريف المنسي. خليكم معنا بعد الفاصل. حضراتكم من جديد في هذه الفقرة الاستثنائية كاستثنائية ضيوفنا اللي منورنا ومشرفنا في الاستوديو. هي صورة مشرفة ونموذج عظيم في تحدي الصعوبات، تعويض من السماء عن فقدان البصر ببصيرة ثاقبة وصوت ملائكي وإحساس رائع. الغنى كان سلاحها في مواجهة كل صعوبات الحياة، حتى وصلت إلى الغناء أمام رئيس الجمهورية وهي لا تزال في الصف الثالث الثانوي. اهتمامها وشغفها بالغنى لم يمنعها من التفوق الدراسي، حيث حصلت ضيفتنا على المركز الأول في الشهادة الإعدادية. ضيفتنا النهاردة ليست وحيدة في موهبتها، لكن أختها كمان توأمتها تحديدا هي كمان موهوبة، وبالأخص في عزف الجيتار، يعني في الفن برضو وفي الموسيقى. إذن هو مزيج فني رائع ومختلف. النهاردة بيسعدنا أن نحتفل مع ضيوفي اللي منوريني، وإحنا بنحتفل الأيام دي بعيد العمال. عيد العمال يعني عيد كل إنسان مجتهد، كل إنسان بيعرف التحدي، كل إنسان بيعمل برغم كل صعوبات ومعوقات الحياة. هو ليس فقط بالتأكيد لعمال، لكن لكل من يتصف بهذه الصفات الرائعة، المثابرة والتحدي والإرادة. برحب بضيفتي العزيزة ندى المنسي، ندى شريف المنسي، وبرحب بوالدها دكتور شريف المنسي، وكمان برحب بنادين توأمة ندى. نادين المنسي منوريني في الاستوديو. يا جماعة أكيد هنتكلم عن موضوعات كتير وهنسمع هنا جميل لما نتابع التقرير التالي ونرجع لكم. احنا بنشكركم والله، الفنانة ندى والدكتور وديع، متشكرين. وديع ولا بديع؟ شادي نصيف وديع. وديع. طيب الدكتور شادي، أنا بشكركم وأسعدتونا، ومش عارف هل تقبلوا أن أنا أجي أتصور معاكم ولا لا؟ ممكن؟ كلمات رقيقة طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتاة ندى شريف منسي، مطربة من متحدي الأعاقة البصرية، والدكتور شادي وديع عازف العود ومدرس الموسيقى بكلية التربية بجامعة حلوان، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، عقب انتهائهما من أداء الأغنية الشهيرة يا حبايب مصر للفنانة عليا التونسية في الندوة التثقيفية 28 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء. وبعد التقاط الرئيس الصورة مع الفتاة والفريق المساعد لها، فاجأهم بقوله احنا بنشكركم، انا بشكركم واسعدتونا. مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل أب، من كل أم، من كل أخ، من كل أخت. ما نقولش هتتنا مصر، نقولها ندي لمصر. ما نقولش هتتنا مصر، نقولها ندي لمصر. يا ندى ذات 17 عاما تدرس في الصف الثالث الثانوي وتهوى الموسيقى والغناء منذ الصغر، ما دفع والدها إلى تنمية موهبتها وتطويرها.
ورغم فقدانها حاسة البصر، إلا أن ذلك لم يقلل من عزمها أو يمنعها من تنمية موهبتها والاندماج في المجتمع. التعامل مع الآخرين وتخطي كل الصعوبات وحصدها المراكز الأولى سواء في الموسيقى والغناء أو الدراسة الأكاديمية، إذ حصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية وتدرس في مدارس عادية وليست مدارس خاصة بالمكفوفين، واستطاعت ندى تشكيل ثنائي خاص ومتناغم مع توأمتها نادين المتألقة في العزف على الجيتار، وشاركتها معا في العديد من الاحتفالات. ما نقولش ايه هدتنا مصر، نقول هندي ايه لمصر يا حبايب مصر. كلمات رائعة سمعناها بصوت الموهبة الرائعة اللي منورانا النهاردة في الاستوديو مع أسرتها الجميلة، الفنانة الشابة قاهرة الظلام الحقيقة، الفنانة ندى المنسي. بجد الترحيب بك يا ندى منورانا. ميرسي، منورة حضرتك والله. ربنا يخليك يا ندى. امبارح الحقيقة أنا كنت أجازة وكنت بتابع الندوة التثقيفية الحقيقة في البيت في التلفزيون بمناسبة عيد تحرير سيناء بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن حصل حاجة فروحت الأوضة كده وبعدين سمعت صوتك وأنا في الأوضة التانية، فجريت مرة تانية للصالون اللي فيه التلفزيون عشان أقول إيه الصوت الجميل ده، إيه الروعة دي، إيه الإحساس والحنية اللي في صوتك ده يا ندى. بجد أنا سعيدة لما شفتك، بقى يعني مشاعر الإعجاب الشديد بصوتك تحول إلى انبهار بالشخصية، بأنك فنانة استثنائية، فنانة قاهرة للظلام، عندك من الأرادة والشجاعة وقوة الشخصية أنك تقفي قدام الجمع الهائل ده وتغني قدام رئيس الجمهورية بنفسه. كلمينا عن مشاعرك في اللحظة دي. أنا في اللحظة دي أنا كنت مبسوطة جدا عشان أنا غنيت قدام رئيس الجمهورية، وفرحانة قوي عشان أنا حققت حلم كنت عايزة أحققه من سنة 2014، يعني من أول ما مسك. كنت في بالك، كان نفسك أنك تغني فعلا قصاد رئيس الجمهورية؟ كان زي حلم جواكي من 2014 أول ما مسك رئاسة الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بس كان نفسي اغني قدامه، يعني ازاي جت بالك؟ هو كان بيحبها. طب احنا انا والمشاهدين اكيد عايزين نعرف اكتر عن ندى المنسي، عايزين نعرف عندك كام سنه، احنا عرفنا انك بتدرسي الدراسه الاعداديه، ايه المواد اللي بتحبيها، ايه هواياتك، بتعملي ايه في الحياه، كلمينا اكتر عن نفسك. انا ندى شريف المنسي، عندي 18 سنه. يعني انا طبعا بحب الغنى. أيوة. واللي كشفتني اساسا جدتي. عظيم. يعني وانا عندي 5 سنين. عظيم. وبعد كده اتعلمت على ايد دكتور عاطف عبد الحميد عميد كليه التربيه الموسيقيه، ورحت غنيت مع المايسترو سليم صحاب على المسرح الصغير انت عمري، ومع دكتور عاطف برضو على المسرح الكبير يعني اغنيتين الرضا والنور والقلب يعشق. ايوه. وطلعت مع الفنان العظيم يعني محمد صبحي في برنامج مفيش مشكله خالص. جميل. وسافرت اسوان، غنيت في افتتاح متحف النيل، كان قدام وقتها وزير الري الأستاذ حسام مغازي. عظيم جدا، يعني مش أول مرة تواجهي جمهور وتقفي في وسط ناس كتير وتغني، سبق أن غنيتي في وسط ناس كتير ورحت من زمان، يعني أول حفلية كان عندي 8 سنين تقريبا كانت في المدرسة. جميل جدا يا ندى. طب دكتور شريف، عايزين اول ما ابتدت ندى فعلا قالت ان جدتها هي اللي اكتشفتها، اول ما ابتديتوا تحسوا فعلا انها بتملك هذا الصوت الملائكي الرائع اللي اشجانا ولمس شغاف قلوبنا امبارح؟ هي ندى وهي صغيره طبعا كان زي اي طفل جدتها بتحاول تغني لها وكده، فلقينا ان ندى بتحاول انها تقلد الغنى اللي هي كانت بتسمعه. فمره في مره فجدتها قالت لا لازم تروحوا يعني تشوفوا، تحاولوا تنموا الموهبه دي بتاعتها. فاخدت قرار هنا انه احنا لازم ننمي موهبه ندى ونهتم بيها اكتر. بالظبط. فروحنا الاوبرا وقابلنا استاذ دكتور عاطف عبد الحميد اللي هو عميد تربيه موسيقيه واستاذ العود. أيوة. فبصراحه هو تبنى موهبه ندى على طول من اول ما شافها. كان عندها كام سنه؟
افتكر يعني حوالي 7 سنين تقريبا. أيوة. في السنة 7-8 سنين في الحدود دي تقريبا. تمام. فابتدى يكشفها وبعدين لقي ان ندى عندها استعداد ما شاء الله انها بتتعلم بسرعه وتتلقى بسرعه جدا. فحتى هو تنبأ ليها بان هيبقى ليها مستقبل وكده، والحمد لله ندى بقت تمشي بخطوات كبيره جدا معاه في التعلم سواء في الغنى او في العزف، يعني هو كان بيعلمها غنى وعزف سواء. تمام. هي حاليا عندها كم سنه؟ هي دلوقتي 18. طيب من 7 سنين ل 18 عدد السنين ده اكيد برضو مش قليل. حضرتك لاحظت تنويع في الموهبه فعلا وفرق معاها؟ طبعا طبعا صح. يعني هي خدت ابتدت تاخد دروس في الموسيقى ولا اعتمدت على الموهبه بس؟ لا كانت بتتعلم، يعني كان نظام ممنهج طبعا ودراسه كامله جنب الدراسه العاديه بتاعتها طبعا، يعني الاثنين ماشيين هاند ان هاند مع بعض. طبعا. عظيم. طيب نادين منورانا يا نادين. ندى ومن وهي 7 سنين ابتدت تهتم اكتر ويهتموا الاسره ويحتضنوها ويعرفوا موهبتها الجميله. انت امتى تحسيتي انك عندك موهبه؟ كان عندي 9 سنين. تمام. كنت بعزف عود مع دكتور عاطف برضه، هو بيعلم ندى الغنى والعزف وبيعلمني العزف على العود. وبعد ما عزفت عود 6 سنين قلت بابا انا بحب الغربي فاروح اعزف جيتار، فغيرت ورحت الاوبرا للدكتور عماد حمدي بقالي 2 سنين بعزف جيتار. تمام. حسيتي اكيد فرق وتطور في العزف اول ما ابتديتي تعزفي لحد الوقت؟ في فرق ان انا قادره اتحكم في ايدي اليمين عن ايدي الشمال، حركاتهم مختلفه في نفس الوقت، فكان في فرق. عظيم. ارجع لك يا ندى، كلميني برضو تاني المشاعر، مين اللي اختارك في البداية انه رشحك تغني قدام السيادة الرئيسة؟ يعني انا مختارة من الاوبرا، من دار الاوبرا المصرية. تمام. اللي اختارني الدكتور عبد الوهاب السيد رئيس مركز تنمية المواهب. تمام. هو اللي رشحني للحفلة دي. طيب كان في استعدادات بروفات ولا كنت بتستعدي في البيت؟ لا كان في بروفات من يوم الاثنين، يعني 6 ايام لغاية يوم السبت. تمام. تعبتي؟ كان في مجهود؟ لا ما كان، يعني كان مجهود بس كان يعني بحس بالفرح اكتر من التعب يعني. عشان طبعا طبعا. هل بقى قبليها بيوم كده في الايام الخاصه الاستثنائيه عاده الواحد بيكون عمال يفكر وقلقان وخايف، حسيتي بالمشاعر دي يا ندى ولا لا؟ طبيعي يعني، على فكره الرئيس. الواحد بيحس بالمشاعر دي قبل ما يطلع اي حفله، وبعد كده بقى يعني لما يقف على المسرح بيهدى ويرتاح. لكن دي طبعا حفلة استثنائية، انت غنيتي قدام أهم شخصية في الدولة، رئيس جمهورية البلد بحالها، وقلتي انه كان ده أمنية أصلا عندك من 2014، فده كان يوم استثنائي انه تاني يوم بتتحقق أمنية من 3 أو من سنين كتير يعني كنت بتحلمي بيها. صح؟ صح. هل توقعتي انه الفقرة الخاصة بيكي وانت بتغني كده هتستوقف سيادة الرئيس وانه هيطلب انه المفترض اعتقد انه هتغني الفقرة وبعد كده خلاص في فقرة بعدها، توقعتي انه سيادة الرئيس بمشاعره دايما الأبوية ودايما بنحس بمشاعر أسرية لما بيعجبه حاجة بيقول، يعني ما بيلتزمش بانه لا حفله وفقرة بعدها، لا اتكلم بستأذنكم، هل ممكن تسمحوا لي اني اتصور معاك وكانت مشاعرك ايه في اللحظه دي؟ هو انا كنت متوقعه طبعا ان هو هيعمل كده. ويعني لما يعني اتصور، يعني لما قال لي بعد اذنك ومن فضلك ولو سمحتي ممكن اتصور معاكي، كان عايزه اقول له يعني اولا انا اللي يعني عايزه استاذنك، يعني ان انا عايزه اتصور معاك. ايوه. وبعدين في وسط ما احنا بناخد الصوره كنت حاساه يعني اب حنون على يعني على اعلى مستوى، يعني هو نهر بيدينا الحنان كده اكتر من ما نهر النيل بيدينا الميه. يعني طيب اكيد يعني اللي عنده طبعا حاجات استثنائيه بتكون مشاعره بيحس بالبني ادمين اكتر بكتير من الاخرين، اكيد انت حسيتي ده ووصل لك ده وهو بيكلمك، واثناء ما هو كمان سياده الرئيس نشر على صفحته الرسميه امبارح صور وهو بيهني بعيد العمال وكان بيتصدرها صورته، اختار ان صورتك صورته وانتي تكون هي في مقدمة الصور دي مع الأنسة اللي كانت مرافقاكي. عرفتي المعلومة دي؟ شفتيها يعني قالوا لك عليها الصور؟ وده كان شرف ليا بصراحة يعني. أكيد اتبسطت يا ندى. طيب احنا شفناكي بتقولي حاجة لسيادة الرئيس كده مش عارفين ايه. قلت له مصر أم الدنيا وهتفضل بيك قد الدنيا. الله صراحة. الله الله. هو كان سعيد وبيبص لك وبيسقف لك بكل محبة، وحقيقي كلنا
كل الأسر. أنا متأكدة نفس الشعور اللي أبهجني وأنا بسمع صوتك الجميل الملائكي ده كان في قلوب كل المصريين وهم بيسمعوكي، وبالأخص الأغاني الوطنية فعلا مش أي حد يغنيها، لازم تتقال من إنسان وطني وعنده مشاعر وإحساس عالي. طيب أرجع تاني لدكتور شريف، أكيد حضراتكم أنت ونادين كنتوا موجودين في القاعة عشان تساندوا ندى، ولا كنتوا بتتفرجوا على التلفزيون زينا؟ لا لا لا، كنا موجود أنا والدتها في القاعة. مشاعركم كانت إيه؟ لا ما تتوصفش طبعا، يعني إحساس إن بنتي بتغني قدام سيادة رئيس، وإن هو طالع بنفسه بقمة الحب والحنان، إن هو بيقول لها أتصور معاك، وده كان حلم طبعا عندنا. ولا إحساس ما يتوصفش فن، بسعادة على فخر على اعتزاز، لا إحساس جميل جدا جدا جدا. أكيد حضرتك ووالدتها كمان يعني استثنائيين عشان تقدروا تحتضنوا بكل هذا الحب والصبر هذه المواهب الرائعة، وتطلعوا لنا نماذج حقيقية تعتبر قدوة لشباب كتير في أعمارهم. هي والدتهم هي الجندي المجهول اللي ورا الحاجات دي أصلا، يعني هي شايلة حبل كبير جدا 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 من زمان، وتحملة مسؤولية كبيرة جدا. طيب يعني أكيد المسؤولية إضافية، عايزين برضو نتكلم أكتر عن طبيعة المسؤولية وإحساسكم، وإزاي بتهتموا حتى بالمواهب، ما اكتفيتوش إن والله كل واحد في سكة الدراسة وخلاص، لأ ده إحنا هننمي مواهبهم كمان، عشان تبقى رسالة توصل لكل الأهالي والأسر اللي ربما بيقصروا نوعا ما في تربية أولادهم أو في اهتمامهم بمواهبهم. لا هو طبعا لازم الواحد بينمي المواهب، لأن دي بتبقى حاجة أولا بتبقى دافع للطفل علشان يتفوق في دراسته والحاجات دي. تاني حاجة الموهبة دي من عند ربنا لازم الواحد ينميها، يعني دي زي نبات كده بيكبر، فمش معقولة الواحد ما يعتنيش بيها. يعني فبتحسوا بمسؤولية تجاه انه دي مسؤولية. مسؤولية والتوفيق ما بين الموهبة والاستمرار فيها وتنميتها جنب الدراسة والتفوق فيها، طبعا الحاجات دي كلها بتبقى. طيب كمان هسأل مدينة عن شعورها وأختك ندى بتغني أمام رئيس الجمهورية وأنت قاعدة في القاعة كده مع بابا وماما، وأرجع أسمع حاجة من ندى عشان طبعا متلهفين نسمع الصوت الجميل ده. أكيد كنت فخورة أن أنا أختي بتغني قدام رئيس الجمهورية، وكنها حققت حلمها اللي كان نفسها تحققه من أكتر من 4 سنين، وكنت مبسوطة جدا أن هي مبسوطة. طبعا ربنا يبسطكم دايما، تكونوا سعادة دايما، وده كمان رسالة لكل شاب. أحيانا للأسف شبابنا عنده نوع من اليأس في أنه يحقق طموحه أو إرادته، بيكون شاكك أنه ممكن لو حلم بحلم بعيد شوية أنه ممكن يحققه، لكن الأحلام بتتحقق لما يكون في إرادة، لما يكون في إصرار وصبر، لما يكون في حب حقيقي للحياة وحب للعطاء. طول ما الإنسان عنده رغبة حقيقية للعطاء حلمه ممكن يتحقق، وندى مثال على ذلك. حلم انها تغني قدام رئيس الجمهوريه يمكن ده حلم مش سهل لاي حد، ولا حد ممكن يخطر في باله انه يحصل، لكن حصل بالفعل وما حصلش بس، لكن اعجب بصوتها سياده الرئيس ورحب بيها واتصور معاها في لقطه الحقيقه جميله جدا كلنا اثرت فينا وفي مشاعرنا. سمعينا ايه بقى يا ندى على ذوقك؟ محضره حاجه معينه ولا ليل ونهار؟ اتفضلي. ليلي ونهاري فكري بيك مشغول مشغول، وحياتي لك وحدك ولك على طول، ولسه بتصدق حسود وعزول، قالوا لك الغيرة تزود حبي، وبالدموع والحيرة تملك قلبي. لا لا بالحب انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عينيا، بالحب وحده وهو وحده شوية، لا يا حبيبي لا لا يا حبيبي. لا ما يتشبعش من صوتك انا ده بجد.
الإحساس ده حقيقي نعمة ربنا ما بيوهبهاش لأي حد، إحساس العالي والصوت الملائكي الجميل ده. شكرا، ده من ذوقك. لا ده حقيقة يا ندى. دكتور شريف، أكيد بتحس بفخر استثنائي وغير عادي كل ما بتشوف بناتك بيكبروا قدام عينيك بيحققوا حاجة في حياتهم. يعني الحياة ما هي إلا لحظات، وأجمل لحظات الحياة هي لحظات النجاح. لما بتشوفهم ناجحين بتحس انك اديت الواجب اللي عليك، رسالتك، بتتمنى لهم ايه تاني في الدنيا؟ لا بتمنى طبعا التوفيق وان يوصلوا اكبر واحسن مراكز ويقدروا يوصلوا لها باذن الله. اكيد لسه طبعا الواحد مهما بيعمل لسه الطريق بيبقى قدامهم، ومفيش اب او ام بيكتفي من اللي هو بيعمله ابدا. يعني مهما الواحد بيعمل لهم بيحس ان لسه لازم اقدم اكتر ولازم نعمل لهم اكتر. الموهبة بتاعتهم لازم تتنمى، الدراسة بتاعتهم لازم الواحد يهتم بيها. الواحد بيبقى يتمنى ان هم يوصلوا احسن حاجة. هل ده متاح ولا في معوقات تواجه حضرتك مع والدتهم؟ بدون شك بيبقى في صعوبات بتقابل الواحد. يعني بالنسبة مثلا للحاجات الدراسية، هي الحمد لله المدرسة هم داخل نظام الدمج، ما فيش مشكلة في الجزئية دي. التعامل المدرسة ممتاز جدا معاها، مهتمين بيهم، ما فيش صعوبات بتقابلنا في دي. هي اللي تعتبر صعوبة شوية بتبقى في الشهادات الرسمية زي الابتدائية والإعدادية والثانوية في الثانوية العامة، إن الإجراءات بتاعة اللجان الخاصة بتبقى طويلة وروتينية جامدة قوي. يعني بتبقى متعبة جدا ومش بتخلص على طول، يعني لازم الواحد بيقعد فيها فترة ممكن توصل أكتر من شهر. لكن الحل الأمثل أنها تبقى أقل من كده شوية، ما تكونش لو تتساهل طبعا تبقى أحسن بكتير، طبعا هتبقى أحسن. لكن بدون شك هو نظام الدمج ده أحسن بكتير لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أي حد بيبقى عنده نوع من أنواع الاحتياجات الخاصة لما بيبقى داخل في المدارس اللي هي بتبقى الخاصة مثلا زي مدارس المكفوفين أو الحاجات دي، ويجي يخلص ويخش الجامعة بيفاجئ أن هو زي السمكة اللي كانت في حوض سمك وطلعت للمحيط. فبيبقى وضع مختلف، هو متعود على تعامل مع ناس معينة بأسلوب معين، لما بيجي يخش الجامعة بيفاجئ أن هو عالم تاني خالص حواليه. عكس اللي بيكون في المدارس الدمج اللي هي بيتعبوا من الأول التعامل مع ناس عادية، يعني هو كفيف بيتعامل مع المبصرين عادي واللي حواليه وكل حاجه، فلما بيطلع عادي بيتصرف كانه في الحياه العاديه. صحيح. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا جدا، والحمد لله ده موجود معانا. تمام. كمان نميته فيهم ثقه، انا ملاحظه ان في ثقه في النفس وشخصيه كده قويه برغم اعمارهم الصغيره، جميله مميزه عندهم. هل دي بالوراثه برضو ولا نميتوها فيهم من وهم صغيرين؟ اكيد في جزء طبعا وراثه، بس طبعا التعامل معاهم وطريقه الاعتماد على النفس هي اللي بتخلي الحكايه دي تكبر في الطفل من وهو صغير. سيبهم يعتمدوا على نفسهم اكتر ويحسوا بمسؤوليه. ده اكيد، ده شيء عظيم جدا. يعني نادين احكي لي عامله ايه في المذاكره؟ تمام، محاولة أوفق بينها وبين الجزار. يعني عارفة تعبيلي ده ولا صعب؟ ذاكر طول الأسبوع، ويوم الدرس بتاع الجزار أعمل ريفرش عشان أعرف أكمل مذاكرة. وبتكوني مستمتعة برضو بالمذاكرة زي استمتاعك وانت بتعزفي جيتار كده ولا لا؟ جيتار أكتر أكيد. أكيد طبعا. طيب بتحبي تعزفي إيه بقى؟ سمعينا كده أكتر حاجة قريبة من قلبك بتحبي تعزفيها. دايما عازف رومبا. يلا. Thank you.
معلش يا نديم، ارجع لندى احكي لي بقى المذاكره، بتحبي ايه اكتر ماده من المواد اللي بتذاكريها؟ ايه؟ بحب العربي. العربي، انا كمان كنت بحب العربي اكتر حاجه. طب نفسك تطلعي ايه يا ندى؟ ايه نفسك التخصص اللي عايزه ادخل؟ تربيه موسيقيه. عظيم طبعا، عشان تنمي الموهبه اكتر واكتر، وانا متاكده باذن الله ان هيكون لك فعلا يعني وضع خاص وسط كل الاغاني. احنا عارفين ان احنا كمصريين ما شاء الله مصر ولاده يعني اصوات كتير جدا على الساحه وكلها بتتنافس، لكن فعلا في صوتك الموهبه الخاصه او الميزه الاستثنائيه اللي ممكن تميزه عن الاصوات الموجوده. طيب عايزين برضو طمعين احنا النهارده نسمع تاني، سمعينا. انا كنت سامعاكي بتقولي حيرت قلبي معاك واحنا بنعمل تيست قبل شويه، او امل حياتي. براحتك. حير حيرت قلبي معاك وانا بداري واخبي، قول اعمل ايه وياك ولا اعمل ايه ويا قلبي. بدي اشكي لك من نار حبي، بدي احكي لك عاللي في قلبي، واقول لك عاللي سهرني، واقول لك عاللي بكاني، واصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعاني، وعزة نفسي منعاني. قلت لي استاذ محمد صبحي استضافك قبل كده في البرنامج بتاعه، صحيح؟ انا كنت غنيت معاه في البرنامج بتاعه. وغنيتي؟ غنيتي ايه؟ غنيت اغنيه يعني اتالفت مخصوص يعني عشان الحلقه. كانت ايه بقى؟ بتتكلم عن ايه؟ يعني الحلقه دي يعني بتبين ذوي القدرات الخاصه. فبتتكلم طبعا عن الاراده والصبر والتحدي. مين اكتر حد بيدعمك يا ندى يعني بالاضافه لبابا وماما طبعا واختك، مين اكتر حد بتحسي ان هو فعلا مؤمن بموهبتك بيدعمك في كل حاجه، بيتمنى لك دايما تكوني احسن وافضل ومساعدك؟ يعني عيلتي كلهم، وبرده دكتور عاطف يعني بحس بدعم منه جامد جدا، يعني بحس انه بيشجعني تشجيع ملوش مثيل. يعني عظيم جدا. طيب ازاي بتساعدي اختك يا نادين في حياتها في الحاجات اللي بتحبها؟ اكيد في حاله تعاون ما بينكم في البيت. يعني مثلا اما بيبقى في حاجه بتحصل ببقى بوصفها لها اللي بيحصل بالتفصيل، ولما بتيجي تتدرب على الاغاني بشغلها لها برتبها لها عشان تعرف تتدرب عليهم. ولو في كلمات اغنيه هي مثلا عايزه تطلعها قبل ما تحفظها بطلعها لها. بتتعب ندى لما بتيجي مثلا تحضر الاغاني او تحضر لحاجه معينه، حفله هتحضرها او حاجه هتشارك فيها؟ لما بتبقى في حفله او اغنيه هتتدرب عليها بتقعد تتدرب كتير قوي، وبتخليك تساعدوها طبعا، وبتشجعيها طبعا اكيد معنويا وكل حاجه، وهي كمان اكيد بتمارس دور داعم ليكي يا نادين، صح؟ بتشجعني كل اغنيه عايزاها بتقول لي بتقعد تساعدني. طيب هي قالت لي انه اكتر حاجه بتحبها العربي، انت في الدراسه ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ الانجليش. انجليش عكس ده تمام. طيب عايزه تبقي ايه؟ انا عايزه ادخل اداب ايطالي، وبعد ما اخلصها اخش اداب اسباني، اروح اشتغل في الترجمه او في السفاره حاجه كده. جميل جميل، ان شاء الله يا ربنا يوفقكم يا رب. وطبعا الدراسه مهمه، هي اللي بتصنع كيان الانسان، وانا سعيده جدا بروح التعاون اللي بينكم سواء كان في الفن او اكيد كمان في دراسه برغم اختلاف الحاجات اللي بتحبوها. هل في حاجه معينه بتغنوها مع بعض، بتحبوا تغنوها مع بعض او بتشتركوا مع بعض؟ يعني هي شرقي تماما وانت غربي تماما. طب ممكن نسمع حاجه تاني؟ حاضر. يلا.
كلمينا على المقطوعة دي أسباني ولا يوناني؟ أسباني صح؟ أنا فاكر تقريبا اللحن ده كان فيه كمان أغنية الطروب زمان، يا ستي يا ختيارة يا زينة. هو نفسه صح؟ جميل جدا. دروس الجيتار صعبة ولا سهلة؟ لا سهلة بس محتاجة تدريب وصبر وقت. وانت عاملة ده طبعا، تدريب والصبر والوقت، ربنا يقويك دايما يا نديم. ارجع لدكتور شريف، في وسط زحمة طبعا اهتمام حضراتكم انت ووالدتهم بدراستهم وبتنمية موهبتهم، اكيد فكرت في جزئية مساعدتهم، خاصة وان حضرتك دكتور اخصائي عيون صح؟ هل قمت بكل المحاولات اللازمة طبعا تحسين الحالة الخاصة بالنسبة للمشاكل هذه؟ ايه اللي يعني هل وقف حاجه معينه في طريق التحسن ده؟ هل ممكن في علاج بره مثلا يسهل اكتر ولا هي الحاله لحد دلوقتي لسه؟ لحد دلوقتي ما فيش حاجه دي خاصه. طبعا انا كده متابع طبعا، ده جزء من مهنتي يعني اكيد طبعا. لكن كل ما يمكن يتعمل اتعمل، بس الحمد لله طبعا كل شيء، بس ما فيش جديد دلوقتي. تمام. يعني ايه الحاجات الاساسيه اللي بتعتمد عليها عشان تكون موفر لهم كل اللوازم اللي بيحتاجوها في حياتهم يعني؟ لا هو على فكره اهم حاجه في الموضوع ان الواحد بيتعامل طبيعي. يعني احنا دايما عندنا فكره خاطئه ان ذوي الاحتياجات الخاصه، انا بتعجبني الجمله اللي كان قالها الاستاذ محمود صبعي اللي هي ذوي قدرات خاصه مش احتياجات خاصه. طبعا ده حقيقي. احنا بنبالغ احيانا في التصرف وردود الفعل. ده بيبقى خطا، بالعكس احنا دايما ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى عنده البديل عن الحاجه اللي مش موجوده، بيكون بشكل قوي جدا. بالظبط، وبشكل قوي جدا زي ما حضرتك بتقولي. فاحنا اللي بنبالغ في ردود الفعل، يعني مثلا لو جيت انا مثلا امسك ايد ندى واعدي بيها او امشي بيها، الناس بتلاقي مثلا حد يمسك ايدها الاثنين ويشدها ويمسك، لا بالعكس خالص. بمشي عادي بمنتهى البساطه كاني ماشي مع واحد عادي. انا عجبت جدا الاحساس انه لا يعني تعامل ببساطه، ما تصعبش الامور وتعقدهاش. وده الصح يا فندم، هو ده الصح، وهو ده اللي بيخليهم يعتمدوا على نفسهم. لان انا لو في حاجه ناقصه هي بتتحوطها في حاجه تانية. فلازم هي بس مساله يعني بالانس، ميزان صغير الواحد بيتعامل بالحاجات اللي هي مطلوبه. طيب ايه المهارات الاخرى اللي حضرتك ملاحظ ان هي عندهم فعلا مسعيد بيها يعني؟ اول حاجه طبعا موهبه الفن اللي عندهم دي اول حاجه عندهم. هم الاثنين عندهم حته الاعتماد على نفسهم من وهم صغيرين. الحته المتعبه فيهم شويه بس هي جميله، ان هم عايزين الكمال في كل شيء، البرفكشن يعني. ده جميل. لا بس متعبه جدا جدا يعني. زي ما نادين قالت، لما ندى بيكون عندها اي اغنيه جديده او حفله بتعيد مره واثنين، ولازم ومثلا ندى ما بتاخدش اي اغنيه كده على طول، لا لازم تشوف الكلمات ومع معناها ايه من وهي صغيره، كانت لازم تسال معنى الكلمات. ده علشان بتحس بالاغنيه وهي بتغنيها، مهتمه تطلعها باكمل وجه، ما تسيبش ولا تفصيله ولا مطاطيه، تهتم بيها. مره واثنين و10 و20. نادين نفس الحكايه. وان كان نادين حبها للكمال بيتعب في حاجه ثانيه، انها ما تبقاش عايزه تورينا الحاجه اللي بتعملها او تسمعها الا لما تخلص وتبقى بيرفكت. طبعا باستثناء ندى يعني. هي الوحيده اللي بتسمعها وتاخد رايها وتعيد مره واثنين قدامها، لكن احنا لازم احنا لو بناخد الحاجه النهائيه. عايزين يظهروا قدامكم. انما وهي لسه بتتعلم بتعمل، لا ما بتقدرش، لازم الحاجه تطلع منهم بيرفكت يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا ندى، الاغنيه انت اللي اخترتيها ولا حد اختارها ولا انت اخترتيها؟ اللي غنيتيها امبارح يا حبايب مصر في يعني الندوة التثقيفية. انا والدكتور عبد الوهاب يعني يعتبر اخترناها سوا. مين اكتر حد بقى بيكون معاكي فنيا بيدعمك؟ هل في وعود بان حد يتبناكي في مشوارك؟ هو دكتور عطف اكتر واحد بيدعمني فنيا يعني. عظيم جدا بصراحة. طب اكيد في اغنية وطنية تانية بتحبيها غير حبايب مصر، بتحبي ايه تاني تغني اغنية وطنية تانية؟ يعني لو هغني اغني جديد يعني، عايزه اغني لأمل ماهر. ماشي نسمع أمل ماهر. طوبى فوق طوبى وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك واعجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية، ابني طول ما في كمان، ابني لنهاية الحياة، ابني واحد شوف عيونك
ابني وحد الاتجاه، يلا نهتف والورا يا طوبة فوق طوبة نبني. تنقي الاغاني اللي هي، طب بتحبي اكيد بعيدا عن مش شرط انه نسمعها منك، بتحبي اغاني وطنية ايه تاني؟ كلمات اغاني وطنية القديم او الجديد، ايه اقرب حاجة ليكي؟ بحب قصيدة مصر. ايوه اللي هي اجل، اللي هي بتاعت ام كلثوم. طب حافظاها ولا لا؟ اه. طب ممكن نسمع حتة صغيرة منها. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب والجنة الكبرى، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها ونبذل فيه الجهد والصبر والعمر، سلاما شباب النيل في كل موقف على الدهر يجني المجد للنيل والفخر. تعالوا فقد حانت أمور عظيمة. أنا جميل يا ندى، روعة، وبتختاري الحاجات الصعبة أنا ملاحظة، ما بتختاريش أي أغنية عادية. كمان كان بيرافقك في الأداء امبارح دكتور شادي نصيف بديع على العود، وكان رائع الحقيقة. كان كمان هو معاكم في الأوبرا، يعني في معرفة شخصية ولا على قد الفقرة فقط؟ لا يعني أنا عرفته في بروفات الحفلة. يعني عرفته الاثنين تقريبا، كنتوا ثنائي هايل في منتهى الجمال. دكتور شريف بتقترحوا عليهم، يعني ما اعرفش انت ميال للغربي ولا للشرقي؟ اكيد للشرقي اكتر. لا الاثنين بيعجبوني، انا بحبه طبعا. مش عايزين نبوظ. طب بتقترح عليهم حاجات معينه مثلا؟ بحب كذا، طب دي تليق على صوتك، دي نادين حلو تعزفيها المقطوعه. ممكن بنقول لهم كذا، لكن القرار بيبقى النهائي ليهم، هم اللي بيختاروا. حسب ما بيبقى عندهم تذوق للحاجه اللي احنا بنقول عليها. يعني ممكن نقول لهم حاجه تعجبهم فيعملوها، ممكن تقول لهم حاجه ما تلاقيش قبول، لان دي تبقى الاحساس هو الاساس فيها طبعا. يعني طبعا عشان هم اللي بيقدم نفسهم. لو اتكلمنا عن اصعب مراحل، يعني الحياه بيبقى فيها مراحل كتير، اكيد في فتره معينه كانت صعبه حسيتوا بيها باسوا شويه او معاناه وتجاوزتوها، ممكن تكون ايه؟ لا كان الفتره طبعا بعد ما اتولدوا بالمشاكل اللي بتاعتها، الحضانات والحاجات دي وكده، وبعد كده العمليات هي دي اللي كانت بتبقى قاسيه شويه. بس الحمد لله يعني الواحد عشان مؤمن بربنا ومتكل عليه الحمد لله، فبتعدي على طول الحمد لله. يا رب دايما يفرحوا قلبك وتكون دايما فخور بيهم يا دكتور شريف، هم يستحقوا فعلا الفخر زي ما كل مصر كانت بتتابع ندى امبارح وسعيده بيها. وكمان نادين فنانه رائعه والعزف بتاعها هايل في منتهى الجمال، حقيقي ده مش مجامله. انا سعيده جدا ان انا استضفتكم النهارده وسمعت الصوت الجميل ندى تاني، اللي مش هنمل منه وهنستناه دايما باذن الله في يوم من الايام يبقى نجم صاعد كده في سماء الفن والغنى. الحلم الاولاني حققتيه ندى من 2014، صبرتي 3 سنين بس، يعني محظوظه وحققتيه. يا ترى ايه الحلم التاني اللي بعده؟ ان انا ابقى زي ام كلثوم ويبقى ليا فرقه زيها. يا رب يا رب ان شاء الله نشوفك محققه كل احلامك. انا بشكركم جزيل الشكر، بشكر ندى شريف المنسي الفنانه الشابه اللي كانت منورانا الرائعه واللي سمعناها امبارح في الندوه التثقيفيه الخاصه بعيد تحرير سينا بحضور سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي نالت شرف انها اتصورت معاه. وكمان بشكر دكتور شريف المنسي، طبعا شخصيه عظيمه واستثنائيه، تحملت اكيد يعني بكل حب الصمود تقدم لأولادها والوقوف جنبهم. بشكر كمان نادين وبتمنى لها كل التوفيق، كل التوفيق لحضراتكم. بشكر مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل محمد سعد. زميل محمد سعد هيصحبنا في جولة بمنطقة كورنيش النيل في دار السلام لمتابعة تنفيذ قرارات بإزالة أكثر من 100 عمارة مخالفة في المنطقة. ده طبعا بعد انتهاء الفقرة، وهتكون بكده حلقة النهاردة من رأي عام خلصت. بنشكركم على المتابعة ونلقاكم على خير في حلقات أخرى من رأي عام. شكرا، تصبحوا على خير.
مشاهدينا أرحب بكم من منطقة أندريا بحي دار السلام، حملة ضخمة تقوم بها محافظة القاهرة بإزالة العقارات المخالفة بمنطقة كورنيش النيل بحي دار السلام. هذه الحملة سوف تنفذ على 100 عقار مخالف بنيت هذه العقارات على الأراضي الزراعية. كيف ستتم هذه الحملة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه. السيد اللواء جمال العربي رئيس حي دار السلام، بعد التحية يا فندم مرحب بحضرتك، ودينا تفاصيل أكتر يا فندم على هذه الحملة. يعني إن شاء الله كده احنا حصلنا عدد كبير من المباني المخالفة هنا، والإجراءات بتاعتها الحمد لله بالنسبة للصدار قرارات الإزالة موجودة وجاهزة، وبنبعتها لإسم الشرطة عشان يعد الدراسة الأمنية المطلوبة، وبنبدأ تباعا إن شاء الله كده زي ما انت حضرتك شايف، بناخد عقار عقار من المخالفين دي كلهم، بحيث إن احنا نضع حد المباني المخالفة سواء على أملاك الغير أو سواء على الملكية الخاصة وكده. متى بدأت يا فندم يعني هذه الحملة؟ الحملة يعني بدأت يوم الخميس موافق 26/4/2018. ما هي الفترة المقررة لإزالة هذه العقارات المخالفة؟ وما نقدرش نحدد فترة معانا لأن العدد كبير من العقارات، وإنما إن شاء الله كده هتبقى حملة مؤثرة وهنزيد العدد. كل عقار مخالف كده إن شاء الله كده هيبقى له إزالة وتنفذ الإزالة. أنا شفت يا فندم يعني بعض الشقق إلى حد ما يعتبر بتتشطب وكده، هل يا فندم بيكون في تعويض لأصحاب الشقق ديت ولا ما فيش؟ لا، العقار المخالف ليس له أي تعويض ولا مسكن بديل كمان، فلذلك أنا دي رسالة بوجهها للمواطني دار السلام بصفة خاصة، يعني إن هو ما يتعاملش مع عقار مخالف، لأن إن آجلا أم عاجلا سيزال هذا العقار. وأنا راح آخد أسكن في عقار مخالف ليه؟ يعني اقعد انا يعني قلقان ليه؟ طب ما اروح لعقار له ترخيص وماشي رسمي واتعامل معاه. طيب نصيحه حضرتك مثلا لاي شاب يا فندم حابب يشتري شقه، ازاي انا اعرف ان العماره ديت مخالفه ولا مش مخالفه؟ يطلع على رخصه من الملك اللي بيشتري منه، يقول له هات لي رخصه المبنى بتاعك، يشوفها، يجي يسال عليها في الحي، نقول له والله المبنى ده مخالف او له رخصه، وده الافضل. في فندم اماكن او عقارات مخالفه في دار السلام زي دي؟ في كتير. طبعا في الكاسيه ظاهره في مصر كلها في الفتره السنوات الاخيره دي، ان المباني المخالفه يعني، وان شاء الله احنا في سبيلنا الوضع حد لهذه الظاهره ان شاء الله. انا شايف ان مباني كتير جدا، هل كل المباني اللي ورانا واحنا صورناها دي كلها مخالفه فعلا؟ مخالفه فندم. 100 عقار هم يعني حوالي تقريبا كده في المنطقه برضه، ما احنا مش هم ال100 مش متجهزين هنا بس، انا هنا مثلا حصرنا اوريدي حوالي 23 عقار، دول اللي هنشتغل فيهم في الفتره الحاليه، وفي على المناطق المتخمه لينا هنا يعني تقريبا حوصلوا 100 عقار ان شاء الله. الحي يمتلك المعدات اللازمه لازاله كل هذه العقارات ولا ممكن بعد كده يبتدي يتم استخدام المتفجرات؟ لا، وان شاء الله بالنسبه للمعدات طبعا لازم هنستعين بمعدات اخرى لان العدد كبير، العدد كبير، القدرات المقاول للازاله اللي متعاقد مع الحي يعني اعتقد انها هتبقى صعبه علينا وجابه العدد الكبير ده، فاحنا ان شاء الله المحافظه هتدعمنا بمعدات اخرى يعني، بحيث ان احنا ننجز في الوقت المناسب ان شاء الله اكبر كميه من الازاله. انا شايف يا فندم مباني كتير جدا مفترض هتبتدوا فيها تعملوا تزلوها، حضرتك قلت لي احتمال هنبتدي نستخدم المتفجرات،
بالنسبة للانفجار دي هي اختصاص ما يكون فيه القوات المسلحة، لأن استخدام الانفجار ده من يعني اختصاص بتاع القوات المسلحة أصيلة، فاحنا معناش قوات مسلحة، احنا اللي بيأمننا الشرطة، فكل هيبقى كل شغلنا بالنسبة للإزالة بالمعدات والميكانيكية والأعمال اليدوية زي ما حضرتك شايف كده، لأن المباني دي برضو في منها شهقة الارتفاع وفي متخمة المنطقة السكنية اللي هي أبراج عثمان بتاعت المعدل على الكورنيش اللي شايفها دي خلفها على طول، فهيبقى الاستخدام المتفجرات يعني هيبقى في نوع من الريكس شوية. إنما إحنا عندنا المعدات زي ما قلت حضرتك إن هنستعين بالمحافظة إنها تتعامل بمعدات كبيرة وعدد مناسب وعمال عدد كبير بحيث إن إحنا نقدر نسيطر على المباني المخالفة دي كلها إن شاء الله. وأعتقد يعني بإذن الله يعني في الفترة اللي جاية دي هيبقى في إنجاز كويس بالنسبة لتنفيذ خطة الإزالة للمباني المخالفة. في حين يا فندم يعني بعض أصحاب العقارات اعترضوا على عملية الإزالة ووقفوا طبعا قدام القانون، إيه يا فندم الإجراءات اللي يتم اتخاذها؟ والله هو ملوش حق إنه اعتقد إنه هو مخالف، هو عارف إنه مخالف من الأول، لأن هو ده أساسا هم مجموعة معينة في عارفين القانون وعارفين كل حاجة، بس هو يعني عشان يتحايل وياخد أقصى منفعة حدية في الأرباح، يحقق أرباح، إن هو بيجيش الحقيقة عشان يرخص، ما بيروحش الجهات الرسمية، ما بيخشش البيت من بابه عشان يرخص، ليه؟ لأن اللي ما بيروح الحي الحقيقة هيقنن له الارتفاعات بتاعته، وده شيء مطلوب، ده شيء مطلوب التقنين الارتفاعات والحاجات دي، عرض الشارع مرة ونص هيحدد له بهذه المساحة يحدد له الارتفاع بتاعه، هو مش عايز كده، هو عايز بقول لحضرتك يحقق أقصى ربح، أقصى ثروة وبسرعة، فلازم هيعمل حاجة خطأ، إيه الحاجة الخطأ؟ إن هو هيتطاول بالبنيان فوق جدا، هيأثر على البنية التحتية، هيأثر على المرافق، هيأثر على البيئة، هيأثر على السكان الأصليين اللي في المنطقة، وده كله طبعا عبء كبير، فهو عايز يبني عدد كبير جدا من الأدوار غير مسموح بيها في الارتفاعات دي لو تقدم وطلب ترخيص للمبنى بتاعه. طبعا الضحية بيكون فيها المواطن. المواطن طبعا الضحية المواطن، المواطن بيجي يشتري منه شقة أو يأجر منه شقة، يبص يلاقي طلع له قرض إزالة وفي حملة من الحي وبتأمنها الشرطة وجاية تنفذ، لازم هيخلي وهيمشي ومش هياخد تعويض. سواء تملك أو سواء مستأجر، لن يحصل على أي تعويض. هذا مبنى مخالف، أي مواطن يعني الجهل بالقانون ليس مبرر، ليس مبرر للمواطن، المواطن يعرف يدرك كل شيء، وطبعا انت عارف هو طبعا بيغرهم ان هم بيدوهم بيبيعوا الوحدات دي باسعار مخفضه جدا، فبتبقى عمليه مخاريه بتجذب المواطن عليه ان هو يجي يتعامل مع المبنى المخالف ده، انما هو كده وكده بيخسروا حتى لو دفع قليل، وكده في الاخر بننفذ الازاله وبنهد العقار، يبقى هو ما كسبش حاجه، هو خسر فلوس الدفعه حتى لو كانت قليله. اكيد طبعا يا فندم حضراتكم اتعرضتوا لمواقف زي كده كتير، لما المواطن بيجي لكم يقول انا اعمل ايه، حضراتكم بتتصرفوا ازاي؟ والله بنقول له اذا كان بقى يلحق نفسه واستمد فلوسه من ال، في ناس جات لي فعلا واحنا ما احنا صرحنا الموضوع ما بيتنفذش بين يوم وليله. احنا حضرتك احنا بنيجي بالاول بنعاين المكان وبنشوف القرارات الازاله اللي صدرناها وبياخد اجراءات بتطول شويه مع الدراسه الامنيه في الجهه الامنيه بياخد وقت. والمواطن حاسس ومستشعر وعارف، كل المنطقه بتبقى عارفه ان العقار ده اهو موضوع وضع الدراسه الامنيه قيد تنفيذ الازاله. هو عنده فترة مسموح له بيها ان هو يراجع نفسه مع مالك العقار المخالف ده يسترد ما دفعه من اموال. سيادة اللواء، لماذا بدأت الحملة الآن؟ خاصة في اكيد ناس هيسألوا هيقولوا طب ليه الحي ساب العمارات ده تطلع كلها؟ انا شفت يا فندم عمارات طالعه 12 دور و10 دور و5 دور، ليه الحي سكت لعنده اما العمارات دي كلها طلعت؟ والله هو الـ بالنسبه للوقت دون هو بس الاجراءات الشكليه اللي بتتخذ للعرض بالاستصدار قرار الازاله،
احنا بس حضرتك احنا يعني انتظار قرار لازم قرار من من الدوله او من المحكمه من لا من الجهه المختصه اللي هي المحافظ السيد محافظ هو الاجراءات سريعا كده بنعمل محضر مباني مخالفه مع ايقاف المباني لازم المحضر ده بيسلم الاسم الشرطه لقيده واخده القيد القضائي بتاعه الوصف القضائي التوصيل القضائي بتاعه وعقب ذلك المباحث بتبدا تنزل تتحرى عن اسم المالك لان انا موظفي الحي اللي هم في المناطق اللي هم بيلاحظوا المناطق اللي فيها مباني مخالفه دي ما عندوش الصلاحيه المطلوبه ان هو يروح للمخالف ويقول له انا عايز اعرف بياناتك ايه او هات بطاقتك ما عندوش الصلاحيه دي او ما يعني ما مش في استطاعته دي لا انت عارف ده مين اللي مش في ايده الصلاحيه في اللي هو موظف الحي مهندس المنطقه اللي بينزل يلاحظ المباني دي ويبعت بيها الاخطار للحي بحيث الحي يبتدي ياخد الاجراءات الاداريه بتاعته اللي خد بال حضرتك فهو بنبعت بعد كده المحضر نقيله في الاسم ويبدا الاسم بنبعت نخاط برضه الاسم ان هو يتحرى عن اسم المخالف الحقيقي لان في برضه عمليات احتياليه كتير من الناس المتمرسين في المباني المخالفه دول ازاي بقى بيجيب لك يعني هو مالك العقار الحقيقي بيبقى مختفي وبيصدر لك واحد كده بيكون يعني دفع له قرشين اللي هو بيسموه الكحول حضرتك بحيث ان هو ده اللي يشيل القضية وهو مش هو صاحب المبنى بحيث ان هو كل حاجه باسمه الورق باسمه بيعمل له بيضرب له عقود باسمه ورق باسمه الكلام ده كله ويكون هو عامل ضمانات وضده كده بواخد عليه اثارات امانه شايلها معاه بحيث ان هو ده ما يعني ايه ما ياخدش الجمل بالمحمل بعد كده بيبقى مأمن نفسه اللي هو الملك الحقيقي او المخالف الحقيقي فطبعا الفيصل في كده ايه لابد ان احنا بنضطر نلجا لايه للمباحث الاسم بحيث ان احنا تحدد لنا اسم المخالف الحقيقي المباحث الاسم عندها اعباء ثقيله جدا مش ومسؤوليات اخرى ومشاغل اخرى واعمال اخرى فالوقت يعني الموضوع ده بياخد وقت معاهم اضف الى ذلك بعد كده بنروح المحضر للنيابه بعد كده احنا بناخد بقى الاجراءات الاداريه الثانيه اللي هي بنعرض على السيد المحافظ لاستصدار قرار الاسالة المنظومه دي كلها بتاخد وقت الوقت ده بيستغله المخالف في ان هو يتطاول بالبنيان ويفرض امر واقع انما هو في الاخر هو برضه بدل ما كان هيخسر هدم دورين ثلاثه هيخسر هدم 7 و8 و9 زي ما انت شايف كده في ناس يا فندم بنشوف طبعا عملوا العماره بنوها يسكنوا فيها ويحاولوا يدخلوا كهرباء هل فعلا فندم مجرد الحي لو لقى في مواطنين في عماره ما يقدرش يهد انا عاوزين نعرف تفاصيل اكتر على النقطه دي بالذات بنعمل بنبعت الاسم وبيعملها الدراسه الامنيه ايه في هل في تداعيات امنيه او في حاجه من دي او الكلام ده كله الاسم بيبدا يتعامل بال يعني بيتعامل مع الناس دي يعني ويجيبهم ويواجههم ان في قرار ازاله ويعرضهم على النيابه في المحضر والنيابه بتدي الجهه الاداريه في الاخر بتدي الجهه الاداريه وشانها في تنفيذ القرار وطبعا في الوقت ده يا فندم بيكون ممنوع عن الحي يدخلوا ليه طبعا اي خدمات اذا كانت كهرباء او غاز او ميه لا هو طبعا احنا باي مبنى مخالف ما بندخلوش اي مرافق بس هو في قرار كان صدر من السيد رئيس الوزراء بعد العرض من السيد وزير الكهرباء ان الناس دي اساسا بتسرق تيار الكهرباء فهو بيسكن العقار المخالف وبياخد تيار كهربي ببلاش كهرباء يعني بياخد كهرباء سرقه ببلاش فاصبح دلوقتي انه ممكن بيعملوا شركه الكهرباء بتدخله حاجه اسمها عداد كوري بحيث ان هو ما يبقاش كل حاجه ياخدها كده سرقه من غير ما يحاسب الدوله على الاقل يحاسب على الكهرباء اللي بياخدها ده حضرتك ده في نفس الوقت اللي بيكون اصلا مخالف فالدوله طبعا بتقول بدل ما كده كان بياخد أيوة. بياخد الخدمات فبنحاول ناخد مثلا فلوس يدفع فلوسها ما هو كده يعني هو بيوصل خلسه تمام طب في لحظه يا فندم هو دفع الفلوس كده بيقول طب انا كده ده انا دافع فلوس للدوله وانا كده وانا كده مش مخالف هو مجرد حساب مع شركه الكهرباء بيدفعه لا 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 يعطيه ولا يمنحه اي حجيه اخرى القضاء الشق الجنائي موجود في النيابه في المحكمه بينزل جلسه بياخد حكم قضائي حسب قانون المباني المخالفه والشق الاداري اللي هو قرار رساله بصدر من السيد المحافظ بينفذه زي ما انت شايف. السيد اللواء جمال العرب الرئيس حي دار السلام يا فندم اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا يا فندم.